المصري يفوز على الأهلي 1-0 ويلحق بالهزيمة الأولى في الدوري العام المصري. كابتن شريف هارد لك. هارد لك كابتن. يعني واحد زعلان طبعا، احنا قلنا في البداية يعني كلمت حضرتك وسألتك إذا كان نتيجة أو أداء، فقلت لي هو احنا من ماتشين فاتوا واحنا عارفين إن الظروف اللي احنا بنعدي فيها دي ظروف صعبة جدا يعني. بس هو الجرأة بقى في انك انت في هارموني التشكيل نفسه اللي انت بتنزل بيه يكون متوازن بين الشكل الدفاعي وشكل هجومي. ماشي. ما بطرحش لعيبة شبه بعض. يعني لازم يبقى في لعيب عنده من الامكانية ان هو يكون موجود عندي في نص الملعب وبيقدر يدافع وبيقدر يعمل الحالة اللي هي فيها ارتداد للهجوم او للدفاع. فاحنا عندنا زي ما قلت لك الاربعه اللي كانوا موجودين بيبتدوا مع احترامي ما بيملكوش شكل دفاع كويس قوي، وادوا مبادره والجرأه لكريم العراقي مثلا، جريندو خد ناحيه اليمين مثلا او ناحيه الشمال وبيركن على الكره، وهم ما عندهمش حاجه يعملوها غير استفزازك انك انت الكره تقطع منك ويعملوا عليك هجمات بسرعه. النتيجة منها عمرو مرعي يهت في الناس اللي ورا وخلاص، مش بلاننج يعني، مش متخططة. احنا بنلعب على الكور العرضية، الكور الطويلة، استغلال حالة الأرض، عايزين يبقوا معاك في الجيم وخلاص، بس انت ما تجيبش جول. انت توفقوا هما في الدقيقة 8، يعني انت عندك 82 دقيقة كنت تقدر تكون موجود في الملعب، تقدر تكون موجود بشكل معين، تعمل حالة ارتداد لنفسك، استفزاز حتى انك انت متاخر بهدف. طالبنا كلنا بتغييرات معينه وسريعه جدا. ليه؟ لازم يبقى عندك ريسك في وقت من الاوقات في المباراه انك انت متاخر بهدف. مظبوط. لازم يبقى عندك جامبر، ناس بتريح الكره لبعض وناس شويطه الناحيه الثانيه. ما اخرش لعيبه نازله 18 دقيقه ولا 16 دقيقه 17 دقيقه وهو لعيب مؤثر يقدر يجيب لك ضربه جزاء. وبمناسبه ضربه الجزاء كوم والحكم بتاع النهارده ده كوم تاني. انت قلت لي عايز تعلق على حاجه معينه بالنسبه لا ده هو ما هو هو معانا احنا بيبقى سعيد قوي ان هو يبقى بيدي الخصم بتاعك بيديله كل حاجه، وانت الوقت ياخد اربع خمس دقائق بالتفكير يروح فار ولا ما يروحش، والفار يقعد يكلمه وفي الاخر يديني الشوط الاولاني دقيقتين. على اي اساس واي منطق الكلام اللي انا بشوفه ده؟ على اي اساس تديني ضربه حره في نص الملعب؟ ايوه انت كلمتني على الكره ديت وقلت لي لو انت يمكن بالزبط. كابتن ناصر هيكون ليه تعليق معايا في الحكايه دي. بنفس الشكل محمد شريف او مين الناس في نفس المنطقه؟ محمد شريف مرتين. محمد شريف ثلاثه لما قطع الكره ودخل بيها ال 18 والراجل ضربه ولا كلمه، ده راجل راح يجيب جول. ايوه الراجل راح يعمل كره بالعرض لاي حد يجيب جول. لما بره ال 18 قصدك ما خدش انذار. محمد شريف مسك الكره عايز يلعب الكره، قال لك خلاص بقى ده بتاع الاهلي مستعجل وفر عليها الانذار. لا والله ما انت بيعمل ايه اللي واقف هو يدي اشاره او يدي ما بيكلموش بعض يعني، بس هو الحكم ما بيكلموش بعض و300 مكالمه من الفار ليه وهو طيب الكره اللي محمد شريف اتضرب فيها بظهره دي الراجل خبطه اخر واحد في الملعب والراجل هو منه للجول، جت في ظهره حسبوها بقى جت في ايده ولا جت في ظهره ولا ضربت، قعد يفكر فيها ويتكلم معاهم ومعاش وفي الاخر العب العب. طب احنا ما فهمناش حاجه، ما فهمناش كره دي ايه اصلا. يعني ولا اي حاجه. طب روح ادي فار ووريني اللعبه وقول مش بينالتي، قول مش ضربه حره، قول مش اي حاجه. كمان انت لما بتبقى بتلعب على ارضيه زي دي والحكم الصفاره حاسس انها مع الفرقه الثانيه على طول، وانت ابسط الاشياء بالنسبه لك والاحتكاكات بالنسبه لك ما فيش حد حاميك فيها. ايوه ما دي كمان بتطلع احنا لعيب الكوره بتطلعني انا بره، بل بتعصبني اكتر. فالنتيجه ان انا ديانج ياخد انذار، ايمن اشرف اوت اوف فورم واوت اوف ايفري سينج يعني بيطلعك بره خالص وفي منطقه حساسه زي دي انذار برده نفس الشكل، انك مش عارف تلعب. اللعيبه مش عارفه تلعب بصراحه، اللعيبه مش لاقيه نفسها. ومفيش يعني عايز اقول لك يعني مفيش مواكبه بين السرعات وبين اللعيبه وبين بعض، يعني مفيش محطات. حتى قفشه النهارده اللي احنا بنقول ان هو بلاي ميكر مريح ناحيه اليمين شويه بيحاول يغذي كريم فؤاد ويغذي المنطقه دي على اساس ان ديانج موجود وسوليه.
لكن حصل استحاله في انك انت تلعب كره على الارض ان كانت بسيطه جدا لمده 3 4 دقائق في المباراه كلها في 90 دقيقه، والباقي اللونج باص اللي انت شفته اذا كان منا او منهم، وهم عندهم الجرأه ومش خايفين في اي حاجه في انهم ياخدوا الكره ويقطعوا. عشان كده انا كنت حزين على الكوره اللي هي بتاعت بيرسي تاو دي وطمع فيها وشاطها اللي هي في اول دقيقتين ثلاثه. قلت لك احنا هندفع الثمن في الكوره دي. لو اتعملت لميكسوني منه الجون. ده حتى لو حطها وتردد هو هيرجع تاني بيرسي تاو ده يجيبها جول. يعني عندك فرصه كبيره قوي. المصري ضيع واحده انفراد زيها دي لو كانت راحت. الشناوي. الشناوي طلعها. اليوم مش يومك في كل حاجه الحقيقه، في التشكيل، في الاداء، في الروح. يعني انت حاسس انك انت بتلعب على اللعب الاهلي اللي هو يكسبني في اي وقت، مش اللي هو المعافره والضرب. والمعافره والضرب كانت ضدك لان الارض برده مش مساعدك قوي، فكانت الحكايه بتيجي عليك دايما. أي. وهو مش يومك. أي. واضح ان الكره اللي راحت ودخلت فينا جون، يعني لو في اشتراك واحد منلي مع اللعيب ده اللي هو جاي من ورا ده اعتقد مش هتروح بهذا الشكل. انها دخلت بهذا الشكل جوه الجول كمان، ما اقدرش الوم عليها حارس مرمى او اي حاجه، لان الكره بتعمل بند رد فعلها ممكن يكون يعني جه بعيد عن عينيه او عن ايديه او قويه. احنا من عندنا هنا بنشوفها، بس من هناك في الملعب تبقى حاجه ثانيه. فهرلك يعني مفيش فرقه في العالم ما بتتغلبش. انما احنا دايما بنبحث في وقت معين، وكنا خايفين من ده يحصل في التدوير وفي الشكل وفي كل حاجه. فانا مش يعني، واحنا بنبص كمان للماتش اللي جاي ماتش الرجاء، عندنا حاجات كتير قوي النهارده كانت تطلعنا. لو حتى طلعنا متعادلين الاهلي ما بيحبش التعادل، او ما بيحب. انما انت كنت محتاج ان انت ما تغلبش النهارده نفسيا طبعا. على الاقل وانت رايح تلعب مباراه زي دي، اتمنى من اللاعبين ان هم اللي عارفين ظروف الماتش ده كان عامل ازاي في الملعب، يطوي الصفحه دي ويخلصوا نفسهم من الشكل ده. وما اعتقدش رايحين قريب الملعب ده تاني، بس لازم نستفيد من الاخطاء اللي حصلت. اكيد بيقعدوا معاهم بقى وبيتكلموا معاهم، واللعيب بيلاغي نفسه وبيقعد مع نفسه. الكره اللي نزلت لمحمد شريف دي وخدها بشماله، لو لبست في رجله ما هي جول. يعني هو محمد شريف يكلم نفسه بقى في المنطقه دي، لو جات لي الكره دي في المغرب ممكن تكون جول، لو جات لي في اي ماتش تاني ابقى بحضر نفسي. ففي لعيبه بتحس بالموقف نفسها، في لعيبه حاسه انا ليه النهارده مش في الفورم بتاعي. او يعني كل واحد ان هو يقعد معاه او مدرب يقعد معاه او احمال، او الحمد لله انك انت بس وانت رايح تلعب الرجاء ما يكونش فيه اصابات. شفت سوليا مثلا النهارده راجل بروحه بيدافع في حته جامده جدا، اعتقد انه حصل تاتش بينه وبين جريندو على ما اعتقد حاجه زي كده. اهم حاجه ان يبقى في استشفاء الاسبوع ده، اهم حاجه نخرج بسرعه يومين ثلاثه كده وننسى اي مباراه زي اي مباراه. انت تكسب على طول، انت الاول ما زلت، انت لسه ليك مباراه ناقصه. وكل سنه احنا بنطلع لينا مباراه او مباراتين بتبقى عندك اخفاق فيهم اذا كان تعادل او خساره. أيوه. هو النهارده كان حظنا ان احنا اتغلبنا المباراه دي بظروف. ايوه بظروف كتير قوي، اعتقد ان التحكيم ليه يد كبيره فيها. طيب كابتن اسامه، يمكن لما سالتكم من الشوط قبل بدايه المباراه، قبل بدايه الشوط الاولاني على التشكيل، قلت التشكيل مناسب. طيب اذا البدايه كانت جيده في التشكيل من مستر موسيماني. الشوط الثاني اتغير محمد مجدي قفشه بالرغم من انه ما كانش في افضل حالاته، ولكن بتغيير محمد مجدي قفشه مع سوء ارضيه الملعب تغير اسلوب لعب النادي الاهلي للكرات الطوليه العاليه، وده مش اسلوب النادي الاهلي. احنا قلنا النادي الاهلي بيعمل موضوع التدوير ده للعدد الماتشات الكبيره اللي بيحصل. صحيح. هو عمل 5 تغييرات النهارده كبدايه الشكل كويس، ولكن الواقع الشوط الاولاني انه في لعيبه كتير ما كانتش في الحاله الكويسه بتاعتها. يعني احنا قلنا يمكن اكتر واحد بيجري وبيحاول وكده هو ديانج. معظم الناس علي معلول، ميكسوني وبيرسيتاو، حتى قفشه، عمرو السوليه يعني لحد ما، بس مش برضو ايمن اشرف كان في حاله وتوقعنا تغييره وفعلا نزل ياسر ظبط الحته اللي ورا شويه. شريف ما بتوصلوش الكره خالص، ده الشوط الاولاني، لكن هو شكل الفرقه اللي نزلت كان كويس، لكن اداء فعليا في الشوط كان ما كانش كويس. المصري كان اسرع، المصري كان اقوى، المصري كان عنده اصرار اكتر،
المصري كان مسيطر على وسط الملعب اكتر، وانا قلت لك الخماسي اللي نص الملعب المصري كان مسيطر اكتر، فريد شوقي وعمرو موسى وجريندو في الطرف الشمال وحسن علي في الطرف اليمين وجلاصي كان من وراهم 14 وعمرو مرعي، عاملين كميات جارية عالية كتير جدا واضحة عن لعيبة النادي الأهلي في الشوط الأولاني، فقلنا لازم هيحصل تغييرات. تغييرة أيمن أشرف نزل ياسر، وكنا كلنا شايفين أنه أيمن، طبعا أيمن لعيب كبير ولكن واضح أنه كان تعبان بتمرير خاطئ، واضح أنه في حاجة يعني، فنزل ياسر زبط. هو مستر موسيماني فضل أنه ينزل حسام حسن، هي رؤية ووجهة نظر، لكن انا حتى لو كان حسام حسن ينزل ما كانش قفشه اللي يطلع، ممكن مكسوني، ممكن بيرسيتاو، بس هو مكسوني اكتر، لانك انت كان على وجود قفشه في الملعب، لانك انت هو مجدي قفشه ما كانش في حالته، بس انت كان متاخد منك نص الملعب في الشوط الاولاني، انت كنت عايز تبقى ماسك نص الملعب، ممكن مجدي يتحسن الشوط الثاني، ممكن يعرف يلعب الفراوده، ممكن بيعرف يسيطر على الكوره في نص الملعب. انت اللي حصل بنزوله حسام حسن، انت بقيت فاصل الاربعه اللي قدام عن عمرو السوليه ومعلول، ولذلك انت ابتديت عمرو السوليه وديانج، ولذلك انت ابتديت من بدايه الشوط بنزول حسام حسن بقيت تلجا للكرات الطويله لشريف وحسام وواحد يزحلق عشان حد يعني يعمل خطوره داخل ال 18، لانك ما كنتش بتوصل بسهوله، مش اسلوب لعب النادي الاهلي بدري كمان قوي. انت ممكن تلجا لدي، ممكن في اخر 3 4 دقائق اقول لك دقيقتين ممكن تلجا لكام كره طويله عشان خلاص الوقت، لكن من بدري قوي كده. فده كان الشكل اللي في معظم اداء النادي الاهلي الشوط الثاني، انك بتلعب كور طويله من الخلف، سواء من ياسر سواء من عبد المنعم سواء احيانا ديانج، حتى كان ما بقاش يقفل على بتوع نص الملعب قوي، كان بيرجع للتلت الاخير ويلجا انه يعمل كرات طويله. طيب ايه الحلول اللي كان من وجهه نظرك الشوط الثاني مستر موسيماني ممكن يلجا لها؟ ما انا قلت لك حاجتين من وجهه نظري. انت قلت وجود قفشه، قفشه ما كانش يطلع، اللي كان يطلع مكسوني وينزل ماشي حسام حسن، احنا قلنا احمد عبد القادر او حسين على اساس يعني خفيه الحركه وكده، لكن ماشي حسام حسن بس ما كانش قفشه يطلع. ايوه عشان ما يبقاش كل اللعب طويل طويل طويل، احنا لجانا للطويل كتير جدا. مظبوط، دي جزئيه. الحاجه الثانيه تاخيره نزول احمد عبد القادر وحسين الشحات. احمد عبد القادر نازل في الدقيقه 88 وحسين الشحات نازل في الدقيقه 70، رغم حاله مكسوني وبيرسي ده ما كانتش جيده. أيوة. ما كانتش جيده، طولنا يعني طالت فيها، يعني احمد عبد القادر نازل على اخر 10 دقائق او 12 دقيقه ماشي، بس كان ممكن يبقى في وقت اطول يعني. احمد حتى لما نزل مش هقول ان كان كويس، بس حسيت ان في بقت حركه ناحيه الشمال، خاصه ان المعلول كان ابتدى يتعب قوي، فيعني احمد عبد القادر شايل عنه الحته دي شويه، بس كان الوقت ضيق بالنسبه له، ما لحقش قوي كويس. رغم ان جاب كورنر مش عارف عمل كرات عرضيه، بس مش في الحاله كويسه قوي لانه الوقت ما اسعفوش. فالثلاث نقط دولت اعتقد انه فرقوا معانا مع الحاله اللي كان فيها لعيبه المصري من حيث الاصرار ومش عايز اقول كلمه القتال في الكوره، بس يعني الروح العالية لغاية آخر الماتش. أيوة. سواء من جريندو في الشمال، سواء من حسن علي في اليمين ناحية معلول، سواء من الباكين كريم العراقي وشديد وشديد بعد كده اتغير ونزل شوشة، سواء حتى من الناس اللي نزلت زي عنتر وأحمد علي، كميات الجري كانت كتيرة 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 طوال الماتش. أنا حتى قلت إنه ممكن يقعوا، مش هيقدر يكمله. بس خلي بالك وانت كسبان النادي الاهلي 1-0 وقافل نص ملعبك كويس ومقرب الخطوط من بعض وبتلعب بروح عاليه قدام النادي الاهلي، هيحصل المنظر ده؟ ما هو طبيعي. ما انا قلت لك انت لجأت لايه؟ ما انا قلت لك انت لجأت، هم مسيطرين على نص الملعب وانت شلت واحد من نص الملعب وزودت المهاجمين، بقيت فاصل نص الملعب والمهاجمين، حتى الكره الثانيه كتير قوي تقع في نص الملعب، تحس الملعب بقى واسع على عمرو السوليه وديانج، تنزل لهم هم فيعملوا هجمه مرتده عن طريق جريندو، عن طريق ناحيه الشمال ناحيه حسن علي ناحيه اليمين قبل ما يتغير، فكانت الخطوره جايه من هنا. فاللي انا اقصده انك انت دي التغييره دي يعني، رغم بقول لك الحاله اللي ما كانش فيها قفشه ما كانش كويس فيها، بس كان ممكن يطلع متاخر شويه اخر ربع ساعه مثلا لو ما عملش حاجه، او اخر 20 دقيقه، بس كان لازم يستمر.
دي نقطة مهمة مع الروح العالية اللي هم لعبوا بيها، مع عدم التوفيق بقى كمان في الكورتين الأخرانيين. سولية وسولية شاطها حلو جدا، جداً، جداً. يمكن أحلى كرة في المباراة صراحة أحمد مسعود اتعامل بيها، حتى ما كانش شايفها، جابها بصعوبة جدا. مزبوط. والكرة الثانية اللي في الدقيقة 95 بتاعت ياسر الكورنر وحطها بدماغه حلو جدا، كانت ممكن تيجي جول. هم دول الكورتين اللي تحس فيهم فعلا بخطورة حقيقية للنادي الأهلي الشوط الثاني. وفي برضو كرة يمكن قبلهم في الدقيقة 68 اللي هي اتزحلقت من حسام حسن وكان يمكن محمد شريف ما عملش فيها. فالحمد يعني الحمد لله، وفي ماتشات بتيجي كده. هارد لك على على الهزيمه يعني، ما يعني ده الدوري لسه طويل وياما بيحصل لنا يعني، كلنا مرينا بالظروف دي. صحيح. لكن ان شاء الله نتدارك الموقف بسرعه ونستعد كويس لمباراه الرجاء باذن الله. طيب كابتن عادل، زي ما قال كابتن اسامه، يجب ان نتدارك الاخطاء بسرعه، او نتدارك الموقف اللي احنا حطينا فيه نفسنا النهارده. تمام. وطلعنا بنتيجه سلبيه. تمام. واول هزيمه لينا. ولكن انا عندي سؤال، هو يعني انا عايز اعرف الاسباب اللي تخليك انت كمدير فني في بعض الاحيان انك انت تحتفظ بلاعب وتصر على وجوده في الملعب بالرغم من انه خارج لياقته البدنيه، مش هنقول الفنيه، ولكن احنا حسينا ان احد اللاعبين في الملعب الشوط الثاني كان مجهد بدنيا، كان بره الجيم، هو حتى مش قادر يعني. يعني احنا في وقت من الاوقات صعب علينا الشوط الثاني، انا صعب عليا بيرسي تاو الشوط الثاني، لان من كتر المجهود اللي عمله الشوط الاول وكميه الجري، وطبعا بعد التعويض عشان هدف المبكر انت عايز تعوض فبتعمل مجهود زياده. فهو الشوط الثاني جه بعد تقريبا 18 دقيقه انا حسيت ان بيرسي تاو بره الجيم، مش قادر يدي. انا ما بتكلمش على الناحيه الفنيه، انا بتكلم على شكل بيرسي تاو في الملعب. مين اللي يقدر يقول دي؟ مستر بيتسو موسيماني. لا يعني انت شايفها كده. ايوه. هو ممكن يكون مش شايفها كده. لا مش ممكن. لا هقول لك ليه، بس هقول لك ليه. انت اللي مش محضر معاك الاسبوع كله بيرسي تاو، او انت مش لامم بالفرقه كلها بتاعتك. صحيح. يمكن في حاجات تانيه، يمكن في حد موجهد اكتر، يمكن دي وجهات نظر. بص يا كابتن، ما نخليش الخساره تودينا. لا 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 لا، انا بسالك انت فنيا. انا فاهم. انا عاوز اوصل لك لايه يا كابتن؟ عاوز اوصل لك لحاجه مهمه. كل خساره وليها اسباب. طبعا. وكل خساره وليها سلبياتها وايجابياتها. مظبوط. خلي بالك. ولازم تستفيد من الخساره. حتى الخساره بيبقى فيها ايجابيات انك انت مزبوط. تعمل الاخطاء اللي انت عملتها يعني ما ترجع لهاش. خلينا نتكلم. لا انا بسالك الاول، هل ليه وجهه نظر فنيه في الموضوع ده مستر بيتسو؟ انا بسال، عاوز اجيبه، انا عايز الاجابه. كابتن في حاجات كتير قوي ممكن انا اكون لعيب مثلا مش موفق كويس في الملعب وتعبان، بس انا عايز اجيبك، عندي ماتشات كبيره وانت لعيب عندي محترف، فعايز اجيبك علشان اديك الثقه، عشان في لحظه في ثقه بتروح من اللاعب. كويس. لو فقدها اصل ده استثمار. ماشي يا كابتن معايا. بمعنى بيرستاو وكل المحترفين في النادي الاهلي استثمار، انا لازم انجحهم عشان صفقاتي تنجح. انت فاهم يا كابتن؟ انجحهم عشان صفقاتي تنجح. فبمعنى ايه؟ ان انا اساعده انه يبقى كويس. ماشي. بس خلينا بس ان ايه؟ ماشي كمل. يعني اسباب الخساره. خلينا نتكلم في اسباب الخساره. ماشي. في اسباب اكيد الجهاز الفني وتحضير المباراه اخطاوا. عاوزين نتكلم، هم اخطاوا، ولكن في التحضير المباراه، في كل حاجه ممكن، ولكن خليني بس اكمل لك اللي حصل. ماشي اتفضل. هم كان ليهم وجهه نظر في المباراه بتاعه النهارده. زي تشكيل وجهه نظر. لا بتكلم عن وجهه نظر في اراحه اللاعبين. ماشي. ودي حاجه طبيعيه علشان هو حضره قبل ما الانذارات، قبل ما التاجيلات تيجي. فوجئ النهارده بحاجه مهمه جدا، فوق انك مجهد بتلعب في ملعب مش كويس ارضيا. النادي الاهلي ما بيلعبش في الملعب ده، ملعب المصري. ماشي. المصري واخد عليه وبيلعب عليه. ماشي. انا مش بدي مبرر. لا انا عارف طبعا. ولكن كونك انت وانت بتدافع في ملعب مش جيد ارضيته، ها، تبقى افضل من اللي بيهاجم.
فاهم؟ مظبوط. يعني بمعنى سهلة على الناس، مظبوط اللي بيطفش الكورة واللي بيطلعها من قدام جون وفي خطورة، غير اللي بيبني عشان يجيب جون. انت ما عرفتش تعمل كده، شرن الملعب ده واحد. اتنين، ممكن ارد على الموضوع ده برضو، ارد طيب على النقطة دي، اكمل بس نقطة وبعدين رد عليك. ماشي. اتنين، تحكيم كتفك شوية. ايوه معاك. وكتفك كتير. ايوه. بدليل في كور ممكن ما تكونش مؤثرة انت مش واخد بالك منها، بنالت والحاجات، لا في تكتيف نص ملعب. ايوه. في تكتيف نص ملعب، ده في كرة عبد المنعم في الشوط الثاني، الكرة جاية لما جيب العرض مع اسمه عمرو مرعي قبل، بص قبل ما عبد المنعم يجي يلمس او يشوف الولد اداله فاول. عارف دي معناه ايه وهو بعيد نص الملعب ناحية اليمين؟ دي معناه ايه؟ دي معناه تلجيم. ابلجمك تحزيم وبحزمك. ليه؟ علشان تيجي من ناحيه هجوميه انت خسران، لناحيه دفاعيه توصل عقبال لما الفرقه تطلع تاخد لك دقيقتين ثلاثه. خد من كده كتير. كابتن شريف اتكلم على كوره بتاعت اللي بتاعت نص الملعب، الكابتن شريف الزقه الدفعه دي، الدفعه هي هي وما اداش اللي هي وما يديش اللي هناك وهي هي. ليه؟ لا الثانية أقوى كمان، اللي ما اداهاش دي الأقوى. هو 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 في نقطة، يعني هو في نقطة أنا عايز أتكلم فيها كمان، فوق إنك أنت عندك مشاكل النهاردة في الملعب وعندك مشاكل تحكيمية، مش معناها اللي أنا بقول إن إحنا كنا كويسين قوي وهو اللي خسرنا الحاجات دي. لا أنا عايز حقي بس. أنا أيوه أنا بتكلم على إني الراجل كتفك والملعب كتفك. تمام؟ طيب خلينا بقى نتكلم على النواحي الفنية بقى. أنا كلمتك على دي النواحي اللي خارج الإطار، النواحي الفنية. أنت النهاردة قلت يا كابتن أيمن والناس كلها اتكلمت على بداية التشكيل كان كويس، صح؟ مش كلنا قلنا كده؟ يمكن قلنا ماشي كويس ودي لعيبة وتشكيل جيد والحاجات دي كلها. لما بدأنا الكورة وبدأنا المباراة لقينا أكتر من لاعب مش في يوم، التغييرات جت في وقت متأخر شوية، ده من وجهة نظر كابتن أسامة قال الكلام ده. ولكن عايز أقول لك حاجة، غصب عنه حتة اللعب الطويل الملعب سيء وحش أرضية. كنت عايز تسألني على الملعب وكمل. هو على الملعب سيء في بعض الفترات، لقينا النادي المصري بيلعب كورة في أرض الملعب. مش بيلعب كورة، النادي المصري بيدافع بيدافع يا كابتن، و عاوز ينقل بيبقى عنده مساحات، لانك انت بتعمل اللعب الطويل فهو بيستلم بيبقى عنده مساحات، مش هيلعبها طويله تاني نادي المصري لانه هيبقى عنده ناس. ما هو اللعب الطويل ده كابتن عادل احد اخطاء الشوط الثاني، استغله النادي المصري في بعض الفترات بانه قدر يهيمن على نص الملعب بعض الشوط ويبتدي يلعب وينقل الكوره. الكوره الثانيه، الكوره الثانيه بقت بتاعه المصري بالظبط. هو اول ما نزل حسام حسن في بدايه المباراه، انا عايزك لو عندك هنا تجيب لقطه وحسين نازل حسين الشحات. ايوه. مستر موسيماني قال لحسين الشحات ايه؟ قال له هينزلوا لك الكور لتحت. يعني هو مصر انه يلعب اسلوب لعب. هو عاوز يلعب طويل ليه؟ اولا يوفر الايجاد، انا مش معاه فيها بس انا بكلمك على ليه هو لعب طويل. ماشي. رقم واحد ارضيه الملعب. ارضيه الملعب. ماشي. رقم اثنين يوفر مجهود في اللعب. علشان حتة الجري الكتير وحجم الجري والحاجات دي. الحاجة التانية والمهمة، أكتر من لاعب بتاع نص ملعب مش فايق يلعب كورة كويس زائد الحاجات دي كلها. هو مش مبرر ولكن أنا بكلمك على فكرة من أفكار. الحاجة التانية المهمة، أنت في وقت صعب، احنا اتكلمنا، أنا يمكن لما كابتن بلال اتكلم في بداية الأمر وقعد يتكلم على ازاي النادي الاهلي عنده مشكله في السفر وفي الحاجات دي كلها وبيغير لعيبه ومش بيغير، انا قلت، انا كملت على كابتن بلال قلت ايه؟ يا جماعه خلي بالكم احنا في ظروف صعبه. انا مش بدي مبرر للفرقه ولكن ده الطبيعي. الظروف الصعبه يا جماعه، ظروف المباريات في الوقت ده صعبه للغايه. انت في رمضان عندك لعيبتك مجهده. عمرو السولية، شفت عمرو السولية النهارده عامل ازاي؟ ده ناتج. ولا حمدي فتحي، شفت حمدي فتحي ما كانش موجود النهارده؟ ليه ما كانش موجود؟ مجهد. الناس دي جايه من لعب ثلاث بطولات واربع بطولات، حتى اللعيبه في الانديه الاخرى ما فيش
انت عندك كام لعيب؟ حتى الشناوي نفسه، الشناوي نفسه بيمر بمحمد عبد المنعم بعد الاصابه، بس برضه بيمر باجهاد كبير جدا. يعني حتى اللعيبه اللي كانوا بتسافر وبتلعب ومع المنتخب وما بتشاركش كانت فتره سلبيه بالنسبه لهم كبيره، زي ما اللعيبه لعبت اللعيبه الثانيه ما لعبتش. ولكن في الاخر انت النهارده هارد لك النادي الاهلي ومبروك للنادي المصري. انا مش هقدر اقول لك انه لعب ماتش عظيم وكانوا افضل منك، لا هم الظروف كانت افضل، كانت ظروفهم احسن منك، لعبوا لعب ايجابي، حطوا جول، حتى الهدف اللي جابوه انا يعني مبكر. وهات لي فرصه ثاني للنادي المصري النهارده، يعني هات لي فرصه للنادي المصري. كره محمد الشناوي اللي شالها الانفراد، الانفراد اللي بعديها ده خطا مننا يعني، التمريره العرضيه مننا ده فرصه يعني. انا اللي عاوز اقول لك اللي يبقى احسن منك وافضل منك ده اللي ايه؟ اللي يدي 5 6 7 8 فرص هم كانوا كويسين ويكسبوك النهارده. انا من وجهه نظري هم كان الملعب مساعدهم. ايوه الملعب مساعدهم، لكن لو لعبتهم على ملعب جيد ومتساوي وكويس ما كانش حصل كده. طيب. ولو جبتهم في ظروف هتقول لي خلي بالك في نقطه علشان بس الناس بتتكلم فيها، الكونفدراليه ما هم بيلعبوا فيها، لا دي حاجه ودي حاجه. الناس لازم تعرف مباريات دي فرق ودي فرق اخرى، ابطال الدوري حاجه والكونفدراليه حاجه ثانيه. طيب سهوله المباريات ماشي. وانا عموما كنت هسالك على عدم الدفع باحمد عبد القادر من بدايه المباراه، ولكن جاءت الاجابه من مستر موسيماني في المؤتمر الصحفي. هنقول الكلام اللي تقريبا ملخص الكلام اللي قاله مستر موسيماني في المؤتمر الصحفي، هو قال ان دي ثالث مباراه على التوالي بيلعبها النادي الاهلي في خلال اسبوع، فالاجهاد كان موجود عند بعض اللعيبه. ده اول حاجه قالها مستر بيتسو موسيماني، قال لعبنا قدام الهلال اتحاد سكندري والنهارده قدام المصري في بطوله الدوري الممتاز. مستر موسيماني قال ان النهارده مباراه المصري كانت مختلفه بعض الشيء، طبعا بسبب الهدف المبكر اللي جه الشوط الاولاني، وان الفريق قاتل الشوط الثاني علشان التعويض وانه يرجع تاني للمباراه، ولكن ما كانش فيه توفيق. الحاجه الثالثه لما اتسال عن عدم وجود احمد عبد القادر من البدايه، وده السؤال اللي كنت عايز اساله، ولكن هو قال ان احمد عبد القادر كان بيعاني من اصابه واشتكى قبل المباراه، عشان كده هو حطه كبديل يمكن الاستعانه بيه الشوط الثاني عند الحاجه، وده اللي حصل وكان الوقت صغير جدا بالنسبه لاحمد عبد القادر لما نزل الشوط الثاني. طيب كابتن بلال، من وجهه نظرك احنا عايزين نعالج، لان الفتره اللي جايه فتره مهمه جدا، النادي الاهلي مقبل على مباراتين في غايه الصعوبه وفي غايه الاهميه، الرجاء المغربي. طيب. دلوقتي اسباب الخساره من وجهه نظرك، وازاي نتلافى الكلام دوت اللي حصل والاخطاء اللي حصلت النهارده في ماتشين الرجاء؟ طيب خلينا كابتن في الاول اقول لك ان ده واحد من أسوأ الماتشات اللي لعبها الاهلي في الموسمين ثلاثه اللي فاتوا. تمام. سيبك من النتيجه، النتيجه وارد انك تخسر، وارد انك تتعادل، وارد انك يعني ممكن الاهلي خسر قبل كده ماتشات وكان في حاله افضل من كده بكتير جدا جدا. انا مش مع فكره يعني الاجهاد قلبا وقالبا يعني. أي. تمام، يعني مش عايز احط دي مبرر للاداء النهارده. انت استراتيجيه الاداء هي اللي اختلفت، عشان كده طلع شكلها بالشكل ده، بالشكل اللي مش بتاع النادي الاهلي. هل الهدف المبكر وارضيه الملعب هم السبب؟ لا. انا طيب ايه الاسباب؟ الفرق الكبيره ما تغيرش السيستم بتاعها، الستايل بتاعها، طريقه اللعبه بتاعتها. انت الهدف جه في الدقيقه 8. أي. هل الدقيقه 8 تخليك النهارده انك تلعب كرات طوليه من الدقيقه 20 شوط ثاني؟ لا. لا تمام، لا النهارده في لعيبه بعيد جدا عن المستوى بتاعها. علي معلول بعيد عن مستواه النهارده، ايمن اشرف بعيد عن مستواه، ميكسوني بعيد عن المستوى. احنا في الشوط لما سالتني ما بين الشوطين قلت لك ايه اللي ممكن يحصل، قلت يبقى في تغييرين، حسين الشحات واحمد عبد القادر من بدايه الشوط الثاني عشان مش مجدي قفشه اللي يخرج. طب غيرت حسام حسن يبقى بلاي ميكر واثنين سرعاء يعرفوا يعملوا الكروسات حتى على عدلتهم كمان، يعني مش بالضروره يعني حسين الشحات هيبقى على عدلته ناحيه اليمين، عبد القادر بيعرف يعمل يشتغل بشكل كويس عشان يبقى ليك قدره هجوميه وكثافه هجوميه وتقدر تشتغل وتستغل المهارات بتاعه الشحات ومهارات احمد عبد القادر من بدايه الماتش. ما ينفعش تسيب الوقت يجري بيك فبالتالي تلجا غصب عنك انت كلاعب. ما انت النهارده لما قدامي 3 دقايق ما انا كل كوره العبها عالي. أيوة. خلاص انا عايز السكند بول او عايز كوره عاليه زي ما اتحطت كده من حسام حسن لشريف، فالشريف حطها في دي الجول سهله، انت كنت بتدور على واحده زي دي. لكن هل انت وانت بتشتغل الحته دي
هل انت عندك راس الحربه المحط القوي اللي يطلع ياخد الكره بدماغه؟ ما عندكش. حسام حسن ليس جاهز بنسبه 100%، تمام، مش فت لدرجه انه يطلع من وسط 2 3 يلعب ويريح الكره ويلعب الكره في الجول. شريف مش حتته، مش بتاعته. فانت شريف بيلعب في الملعب من الدقيقه بالظبط 20 ملوش مكان في الملعب كراس حرب، لان انت اعتمدت على الكرات الطوليه. انا كان ممكن اشتغل بجناحات اكتر، اكتر عدد اللعيبه على اطراف الملعب يعني وتحت الفروق. وجود حسام حسن وشريف حربه وشريف وشريف عشان الثاني كراسين حربه، عشان تستغلهم لازم تشتغل من على اطراف الملعب، لازم ما كانش مفيد. طبعا، ولازم كان يبقى عندك كمان واحد زي مجدي تسيبه بقى مكمل. طالما هنلعب اثنين راسين حربه يبقى شغل اثنين طرفين ويبقى في بلاي ميكر من تحت يساعده، خاصه في ظل الحاله البدنيه اللي موجوده عليها السوليه. انت كنت بتعتمد على السوليه كبلاي ميكر. لما غيرت مجدي قفشه هو البديل بتاعه مين اللي ممكن يعمل لك الثرو باس من نص الملعب زي ما بيعمل او الحاجات اللي من فوق؟ هو عمرو السوليه. عمرو بعيد النهارده، مش في قمه مستواه، مش في قمه ادائه. فبالتالي كان لازم تعتمد على واحد زي مجدي قفشه في نص الملعب هو اللي يعمل لك الحته دي، تمام، عشان ما يجريش عمرو السوليه من 18 لل 18 عشان يعمل لك الثرو باس. لا، يبقى احنا استغل حته ان مجدي قفشه موجود. مجدي ما كانش في مستواه ماشي، لكن طالما انا غيرت من طريقه اللعب يبقى لازم انا التغييرات بتاعتي تكون على مستوى طريقه اللعب. يبقى عندي طرفين زي الشحات وعبد القادر من بدايه الشوط الثاني، اسيب مجدي قفشه في نص الملعب، يبقى عندي حلول من كل حته. عندي حلول من على اطراف الملعب، عندي حلول من نص الملعب، عندي حلول في الناحيه الهجوميه، عندي اثنين راسين حربه لو انت عايز تشتغل بالشكل ده. لكن كون ان انا بطلع قفشه وعندي عمرو السوليه وديانج، عمرو السوليه الحاله البدنيه بتاعته لا تسمح، فبالتالي مش هيقدر ينفذ لك اللي انت عايزه، الثرو باس والحاجات اللونج باس اللي بيعملها دي، فما قدرتش تستغله. فبالتالي انت كل الكور راحه منين؟ راحه من عبد المنعم، طلع كره طويله ماشيه بتاع 60 70 متر عاليه، ما عندكش راسين الحربه اللي عندهم القدرات والامكانيات ان هم يطلعوا يقدروا من وسط الاثنين السردباكات او الثلاثه او التكتل الدفاعي الكبير قوي ده انه يقدر يخطف الكره او تبقى كره لسهل. يعني من وجهه نظرك الفنيه ان احنا افتقدنا الحلول الهجوميه الشوط الثاني. افتقدت الحلول بكل الطرق، تمام يا كابتن. انت النهارده الشوط الثاني حتى كمان، يعني انا معلش، انا يعني انت بعض الاوقات بيبقى ليك عتبه على المدير الفني في التغييرات بتاعته. ماشي، هنقول ان الاهلي ماتش الهلال وبعدين ماتش الاتحاد والنهارده ماتشات متتاليه ورا بعضها، عشان كده يعني فرصه جيده بالنسبه لنا اسبوع كامل للتحضير، هيبقى شيء جيد. مباراه الرجاء باذن الله، ومباراه الرجاء يعني التعويض الامثل لمباراه زي مباراه المصري دي طبعا. انا من وجهه نظري الشخصيه لازم اللعيبه والمدرب يكونوا في افوق حاله ليهم في ماتش الرجاء اللي جاي. هو مستر موسيماني قال لا بديل عن الفوز، وقال جمله مهمه جدا تؤكد اللي انتوا قلتوه، ان هو بيقول الحمد لله ان المباراه الاولانيه في القاهره، فالنادي الاهلي مش هيلجا لتغيير اسلوب اللعب زي ما حصل النهارده، فالنادي الاهلي هيلعب باسلوبه حلو المعتاد عليه، يعني هتلعب 4 2 3 1. ما هو ده كلامه. طيب ده كلامه، ده على فكره ده اسلوب جميل. أيوه. حلو، اسلوب جميل، بس لازم هتلعب فول تيم بقى، تلعب من اللعيبه الجاهزه. اكيد لعيبه النادي الاهلي طبعا كلها لعيبه كلهم على قدرات وامكانيات كبيره طبعا، ولكن لعيبه المستوى انت بتدور على مش فكره بس المستوى الاول يا كابتن شريف، انا معاك، بس انت بتدور على اللعيب بالظبط الاجهز، اللعيب اللي هو عنده الاجهز اللي بيعرف يخش ال 18، اللي بيعرف يشوط، اللي بيعرف يجيب جول، تأهيئ يعني بيهيئ لي كمان. أيوه. بعض اللعيبه اللي هي اوت اوف فورم اللي احنا بنتكلم عنه، يعني بدخل محمد شريف بقى الاسبوع ده بشكل معين. لازم هيلعب ببرستا وهيلعب بمكسيوني. ما بص يا كابتن، هو في حاجات بتحصل قدامنا، في نقطه هنتكلم عليها يعني بعد الفاصل. حضرتك بتقول ان انا عايز لاعب، انا مش عايز على بلال بس، لا لا، ان انا عايز لاعب اللعيب اللي يفيدني واللي يخلص لي. لا لا. بس نفترض ان اللعيب ده اصلا مش جاهز بدنيا، خلاص يبقى تلعب بقى باسلوب، خدت بالك، او تاكتكس معينه توصلك انك انت ما تبقاش خساره جامده بقى يعني. لا ان شاء الله ما تبقاش خساره جامده، وانت تخطف المباراه عندك في مصر. وانت ليه كنت بتدور وبتغير اللعيبه ليه اصلا الفتره اللي فاتت عشان ماتش الرجاء؟ طبعا انت حاطط عينيك على تشكيل وبتريح اللعيبه عشان تلعب ماتش الرجاء بتشكيل انت معين. عارفه مظبوط. بس مش الرجاء بس يا كابتن، ما انت كده هتخسر الدوري. لا انت لو النهارده بتشتغل انك بتفكر في افريقيا بس، لا انت مباراه الاتحاد كان ممكن، مباراه الاتحاد هو بيفكر في الخطوه الجايه. انا فاهمك، بس خد بالك الدوري برضه مهم جدا بالنسبه لك. طبعا طبعا اللي جاي ده الماتش اللي جاي ده طبعا الرجاء، فاهم طبعا مباراه الرجاء مباراه صعبه جدا. طب خلينا كابتن عادل وكابتن شريف، عادل عايزين معسكر الاسبوع الجاي ده من الفرقه دي بشامل جميع اللي احنا بنقوله ده باذن الله رب العالمين. عموما هنطلع لفاصل وبعدين نرجع نكمل كلامنا مع كابتننا الكبار في النقط ديت قبل ماتش الرجاء المهم جدا جدا جدا،
ونرجع لحضراتكم مره ثانيه، ارجوكم انتظروا. بنرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن بلال، كنت بتكلم قبل الفاصل على اسباب الخساره من وجهه نظرك وتلافي اسباب الخساره في المباراه القادمه او المباراتين القادمتين قدام الرجاء المغربي. بص طبعا يعني الحاجات اللي اتكلمنا فيها النهارده، اولا تغيير طريقه اللعب، ماشي، التغييرات المتاخره جدا النهارده، في تغييرات كثيره متاخره، يعني تاخير هو وهو يمكن مستر موسيماني اتكلم وقال ان عبد القادر كان بيعاني من اصابه. لا خليني قبل، خليني قبل موضوع التغييرات، البدايه، بص البدايه يعني اتفقنا كلنا ان البدايه التشكيل جيد مش وحش. يعني التشكيل جيد، ميكسوني مسجل هدف الماتش اللي فات، بيرسي تاو بيحاول الراجل يرجعه ويديله فرصه، تمام، محمد شريف في راس الحرب الاساسي بالنسبه لك، ومجدي قفشه ده البلاي ميكر، يعني دول اللعيبه اللي ممكن تبتدي بيهم اي مباراه. طب لحظه، طيب نقف هنا ماشي اوكي. لو عندي واحد زي احمد عبد القادر سليم وجاهز بدنيا وفنيا، ابدا بيه؟ طبعا ابدا بيه. مش عايز كلام، هو عبد القادر ده واخد 8 ايام اجازه، طيب يعني ما عندوش مش مجهد ولا حاجه، على حساب ميكسوني. ده وضع طبيعي، يعني وضع طبيعي ان ابتدي بيه على حساب ميكسوني، تمام. انت ساعتها عايز تشتغل على سرعات اللعيبه اللي موجوده، سرعات بيرسيتاو، تمام، وسرعات احمد عبد القادر ومهاراته، الاثنين عندهم مهارات وعندهم سرعات، مجدي قفشه مكمل من تحتيهم، وشريف هو راس الحربة الاساسي بالنسبه لمستر موسيماني، تمام كده. يبقى عندك رباعي جيد في الحته الاماميه، في الحته الهجوميه. النهارده مجدي ما كانش في مستواه الطبيعي، لكن انت لما جيت تعمل تغييرات كنت مضطر ومجبر بالتغييرات اللي انت عملتها انك تسيب مجدي في قلب الملعب، مضطر خلاص. ليه؟ لان انا بلعب باثنين راسين حربه، الاثنين دول محتاجين تمويل، يعني محتاجين باس وريباس، دبل باس، محتاج الثرو باس. السوليه بعيد وديانج الاثنين بعاد قوي، يعني المسافه بينهم وبين راسين الحربه بعيده. يعني بص يا كابتن، كل الكرات اللي اتلعبت لو معانا يجيبوا لنا، بس هتلاقي كل الكرات طويله قوي، مفيش في النص لعيب موجود ما بين راس الحربه وما بين ديانج والسوليه، بينهم حوالي 40 50 متر. لما خرج الباك رايت بتاعنا ابتدى ديانج هو اللي ينزل يعمل الحته دي، انه يوازن بين العمق الدفاعي والناحيه اليمين. صح، بص يا كابتن، كل واحد له ستايل. لا اضطر، انا اقول لك هو اضطر. اللي بيعمل الحته دي كويس هو عمرو السوليه، اللي ممكن يغنيك عن وجود محمد مجدي قفشه، لكن عمرو النهارده واضح ان هو في حاله بدنيه غير جيده، تمام. فطالما النهارده هو في حاله بدنيه غير جيده، ولا هو محبط؟ لا يعني هو محبط من كابتن، من اللي حصل في مباراه السنغال لحتى الان. يعني كابتن احنا يعني احنا تعودنا حتى في النادي الاهلي يا كابتن. يا بلال لما بتكلم، لا يا كابتن محمد صلاح، لحظه كابتن، لحظه، دي كره كابتن بلال، احنا تعودنا لما بتكسب بطوله اصلا بتنساها، ما بالك لما تخسر بطوله؟ لازم افكر في الثانيه. مصر غير الاهلي. طيب كابتن، البطوله فات عليها اسبوعين ثلاثه. بص يا كابتن شريف، دي احنا الاعتماد الشوط الثاني على الكرات الطوليه، ولكن حتى وانت بتعتمد لا استنى بس، وانا ارد عليه بس عشان ما حصلش. محمد صلاح في الماتش اصلا كان وحش، في الماتش نفسه مش بقى كابتن، في الماتش الاول وحش وفي الماتش الثاني بغض النظر هو افضل لعيب في تاريخ الكره المصريه مثلا، او ثاني او ثالث او احسن لعيب. هو اصلا المباراه الاولى وحش والمباراه الثانيه اوحش من المباراه الاولى. احنا مش بنتكلم على المستوى، انت بتقول بعد الماتش كابتن. لا هو انا عايز اقول لك ان هو الحاله اللي فيها دي حتى كمان اثناء الماتش مش بعد الماتش. يعني انت قلت كلمه على السوليه مثلا، اتفضل، قلت السوليه ما كانش كويس النهارده، ولا كان كويس الفتره لا دي. الحلقه انا شايف ان حالته البدنيه غير جيده. ليه؟ ما اعرفش يا كابتن، انا ما اعرفش. هل حالته البدنيه اوفر تريننج ولا ايه؟ ولا ايه يعني؟ ممكن يكون اوفر، ممكن يكون يعني ماتشات كتير. ممكن يكون ممكن. انت لو حسبت الدقائق والضغط العصبي اللي جه على السوليه في الثلاث شهور اللي فاتوا، طب ما انا بقول ممكن يكون الحاله البدنيه، لا يعني هتوصل للسبب الحقيقي ان السوليه شكله كده، وحمدي فتحي اللي حس باجهاد جوه في الحوض عنده كده، ومحمد الشناوي اللي واقف في حراسه المرمى يعني مش خفيف زي الاول كده، لانه الضغط صعب يا بلال. احنا وكمان غطت علينا، احنا جينا نلعب في رمضان ودخلت طول عمرنا بنعمل كده، لكن الصوره صعبه. لا سيبك من رمضان، ما انت بتلعب فرقه مصريه برضه يا كابتن. لا مش فاهمني، لا مش بتكلم على مباراه النهارده. اتفق معاك خليني بس انا اتفق معاك، لان السوليه لعب كتير قوي. خليني يعني بس غير حمدي فتحي كمان، خليني اكمل لك وجهه نظري. انت طول الوقت انت مش وحش النادي الاهلي، انت لا النهارده احنا وحشين. لا انا مش بتكلم على النهارده، خليني ابعد عن النهارده. انا بكلمك على توتال المباريات اللي فاتت. لا انت كويس جدا، انت اول 8 ماتشات في الدوري العام انت كسبانهم كلهم. لا انا بتكلم على بعد الرجعه، بعد المنتخب اصلا. بعد المنتخب هتلاقي في ظروف صعبه داخل، انت على ظروف صعبه. حاجه تانية الناس فاهمها غلط، الناس اللي ما بتلعبش
ها ما بيبقوش فيت اكيد. عارف ليه؟ طبيعي. انه ما بيتمرنوش كويس لانه هو غلطهم كلاعبين اقل اكيد طبعا. غلطهم كلاعبين. فبص تلاقي في ناس عاليين قوي وعندهم اجهاد وفي ناس تحت قوي فما بيطلقوش. انت كمدرب خليهم يطلقوا انا معاك. مش ده اللي قلناه ده اللي قلناه عشان قلنا عشان كده قلنا كابتن عادل ايه. لكن اتصدمت النهارده بملعب يا بلال. اتصدمت النهارده بملعب. طبعا الناس هتفتكر ان حته الملعب دي حاجه سهله. لا حاجه صعبه. الملعب النهارده سيء جدا. غير لا غير طريقه لعبك انت. انت لسه قلت انت ما بحبش ان هويتك تتغير. صحيح. هويه لعبك هتتغير ولكن الهويه دي عشان ما تتغيرش محتاجه جهد. محتاجه قفشه يبقى في التوفرم بتاعه عشان يجري ويستلم. الاستلام يبقى اصعب من الاستلام في الملعب العادي. والسوليه يبقى كويس قوي عشان يستلم في الاستلام في الملعب الغير عادي. بتعمل مجهود عشان تستلم اكتر من كده. فمع الاجهاد ومع عدم التركيز ومع اللي حصل ده اضطروا ان يلعبوا كور طويله ما نجحوش فيها حتى. لا بس بص يا كابتن انا اختلف معاك في الحته دي. يعني انا اختلف معاك. انا مش بديهم مبرر. لا لا انا اختلف. بص يا كابتن انا بقول لك ايه اللي حصل. بص ما انا عارف يا كابتن مش مع النادي الاهلي يا كابتن. انا اختلف معاك في الحته دي يا كابتن. انا بقول اللي حصل. الناس أيوة. الناس بص الناس بلال مش مع النادي الاهلي. الناس ما بترحمش. والناس هنديهم وجهه نظر ان في اجهاد واحنا من ماتشين ثلاثه بنتكلم في نفس الموضوع ده هيحصل. واحنا كعيب كره حاسين بخطوره الوقت اللي احنا فيه ده يا بلال. مع دخول وخروج لعيبه مع تفاوت في اللياقه البدنيه. انما جمهور الاهلي ما بيحسبش الحسابات دي. جمهور الاهلي بيتفرج على الصوره دي كويس وعايز ان انا اللي ابقى السوبيريور في الملعب. أي. انا دايما القائد في الملعب. انا ان لعبتي بتجري وبتضغط وفي روح زي ما عودونا وبيكسبوا في اخر دقيقه وبيتعدوا في اخر ثانيه وغلطوا طيب. غلطه ما تتكررش. ففي في روح معينه طيب. ايما بعد اذنك انا في روح معينه في حاجة. بدور في حاجة. عليها في الفتره اللي جايه. طيب احنا انا هسالك في حاجه دي احنا ليه مفتقدين دي الايجابيات اللي انت بتسال بتدور عليها ليه مفتقدين يعني مثلا كره زي دي كويس كره زي دي الراجل هيروح يجيب جول اهو على شمال اهو كويس على شمال جول لا انا اول الماتش صح دي اخطاء مش كل مره بيتوجد لي حاجه زي كده مش مزبوط. عشان انا عايز العب لازم اثبت ان انا اللي بجيب جون. احنا النهارده افتقدنا الشراسه الدفاعيه والشراسه الهجوميه. ما عندكش الامكانيات هنا في الشراسه الدفاعيه. لويس مكسيوني ومجدي قفشه وبيرتشي تاو ومحمد شريف من هو فيهم صانع دفاعي؟ يعني مين هو اللي هيرجع صانع لنص الملعب جنب عمرو السوليه؟ مسانده دفاعيه مسانده جنب عمرو السوليه وليو ديانج. مين فيهم اللي دول اللي هينزل لهم؟ او مين اللي هيرجع اسعد علي معلول وكريم فؤاد؟ بص الثلاثه اللي هناك دول ما هي دي الكوره اللي احنا كنا بنتكلم فيها. هو لو بعد اذنك فين سوليه وفين لا لا لو ادى كوره ما دي الكوره اللي احنا قلنا انا الكوره الثانيه لازم لا احنا قلنا الكوره دي لازم دي يديها ميكسوني. لا افرض الكوره دي اتشطت وتردت ايوه هتترد لعيبه المصري. هو لو قدام ميكسوني لو قدام ميكسوني جول وانا قلت لك سيبك من تنفيذ هجمه زي دي. يا ريت الماتش كله على هذه الوتيره. ايوه بالظبط. يا ريت الماتش كله بهذه الروح كويس. يا ريت انا لا بستنى الراجل يمسك الكوره واثنين ثلاثه يتحركوا له. ده ثاني تايم زي ما انتوا علقتوا وقلتوا الكوره بتتلعب عاليه. كل لعيب يا ايمن عايز الكوره لغايه عنده. ايوه كل لعيب ما بيحاربش عليه تحر. يعني بيشوف اللعيب الثاني بينط ازاي ها ولازم يديها له مكانه. أيوه. مش بيفسح له يا عادل يدي له فرصه ان هو يعملها له يمين او شمال ها. ايوه يا كابتن. يعني بص الراجل بيقطع ازاي كويس 11 انا نقل 12 قلتوا مفيش. طب ده معناه ان احنا اللي غيرنا طريقه اللعب. أيوة مش الملعب اجبرنا ان احنا نغير طريقه اللعب. الكره بتروح على الجون اهي. يعني احنا عملنا كام نقله؟ 11 نقله. 12 نقله وصلنا للجون من ال 18 ل 18. خد بالك من حاجه دي في الدقيقه الخامسه يا عادل. عادل يا عادل لا انت في الدقيقه الخامسه لكن لما تلعب في الشوط الثاني بعد الاجهاد يا جماعه الموضوع. احنا لما بنيجي الاستوديو يومين ورا بعض بتبقى تعبانين يا عادل. يا جماعه انا بلتمسهم العذر يا عادل. انا شوف مفيش شك ان الملعب ليه جزء في ان الكره ما تمشيش سهله. وماتشات كتير ده حقيقه. الملعب ليه جزء ان الكره تمشي سهله وكل الكلام ده. بس احنا نقصد ان النهارده كان ممكن في اوقات برضو زي الكره اللي اتلعبت دي 11 نقله وتلعب كره على الارض برضو لان المصري في اجزاء كبيره من الماتش كان بيعمل كده بالذات. فريد شوقي في نص الملعب ولا كره كان بيطفشها. كان بيحاول يسيطر ويهدي ويحط لحسن علي او يحط للباك رايت. احنا الشوط الثاني من بدايته لجأنا للكور الطويله من بدري. انا موافقك بس هو في النقطه انا مش عايز
يعني مش عايز الخساره لا 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 طبعا طبعا. بص يا كابتن ايمن دي مهمه جدا دي مهمه جدا. ايه دي كره ثانيه برضو احنا بديم قتلنا من الاول برضو قتلنا من الاول. بص يا كابتن بص يا كابتن لحظه واحده نرجع. ايه بص يا كابتن عادل ملعب احنا بدانا من البدايه ملعب باتنين اهو. ادي كوره اتنين خدها ديانج لف وبص وكمل ماشي نكمل الكوره ها الرابع كوره اهي استلم مكسوني وعنده مساحه يكمل فيها كمان آه. خلي بالك هو استلم في ظهر لعيبه الباص خلينا نكمل بس نكمل نكمل لا انا قصدي ان احنا بنلعب كوره على الارض طب ماشي لعبنا كوره طب ما لعبت نكمل لا انتم حاسسين ان الاهلي ما كانش كويس خالص لا انا ما قلتش كده ما قلتش كده يا كابتن عادل احنا ما بنقولش ان الاهلي ما كانش كويس لا اصل انا شوف انا عندي احنا غيرنا الهويه بتاعتنا انا لا يا بص يا بلال انا عندي وجهه نظر انا عندي ماتش مهم كابتن وانا لما اكون مجهد انا عندي ماتش لما اكون مجهد يا كابتن اشوط الكره من 18 ل 18 عاليه لا يا كابتن لازم العب كره على الارض فهمني يا بلال هدي انا عندي... بعد اذنك الكره دي عيدها بعد طب نعيد الكره دي تاني بعد اذنكم نجيبها من الاول نجيب الكره دي من الاول ماشي بص اصبر 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 بقى بص ابتدينا من بدايه الشوط الثاني هو 50 في الدقيقه 50 بص ما انا قلت لك سواء محمد عبد المنعم او بتاع كلها كور طويله تلعب كور طويله عارف ليه علشان انت شلت نص الملعب مظبوط ما هقول لك انت دلوقتي دي ممكن ساعات بتمشي وساعات ما بتمشيش ولو دخلت المشكله بقى المشكله ان هم ابتدوا يبقى في مساحات في نص الملعب عليهم ايوه بتقطعها برضو انت اهو عشان علي علي معلول ده عملها كويس لكن احنا بنتكلم على بص يا كابتن احداث لو كانت كره محمد شريف وانت بتعمل ماشي. الاخطاء اللي انت بتعملها بنقول عليها دي ودخلت جون كره محمد شريف او الكره دي اتحسبت كانت غيرت مجرى المباراه كانت غيرت شكل مزبوط. المباراه وغيرت الحاجات دي مزبوط. انا بس اللي انا عاوز اوصل له ايه اللي انا عاوز اوصل له مش هتاخد كل حاجه في الفتره الصعبه دي خليك احنا الاهم عندنا ماتش الرجاء طبعًا. انا من وجهه نظري طبعا اهم ماتش يعني انا من وجهه نظري الدوري لسه في تعويض للعيبه صحيح بمعنى ايه مش دول مين اللي عمالين يكسبوا لنا ويعملوا ويعملوا انا مباراه خلاص مباراة للنسيان حتى الجهاز الفني كمان للنسيان مباراه بس لازم نستفيد من الاخطاء ماتش النهارده الاخطاء مش هتتقال على الملأ هنا لا طبعا اكيد طبعًا. الاخطاء عندهم انا من وجهه نظري ان انا عارف حاجات كتير فيها اخطاء لكن مش هتكلم فيها طبعا كلنا كده عارف ليه انا ما اتكلمش فيها علشان بنتشاف وفي طبعًا. ناس بتشوف أيوة وعندك فرق بتلعبك وفي ناس بتشوفك انا عندي حاجات كتير قوي ممكن اقولها فنيه ايه اللي خلانا نعمل كده لكن احيانا كتير يا كابتن احيانا كتير لازم طب خلينا نجيب فرقتك. نجيب لقطه الجول برضه يا كابتن لان خلي بالك ساعات احيانا احنا بيبقى عندنا اخطاء بس عايزين نستفيد من الاخطاء دي عشان ما تتكررش طيب يعني نجيب الجول تاني نجيب الجول تاني يا كابتن هو مين اللي عايز يخطا لا هو مين اللي عايز يخطا احنا بنقول نستفيد من الاخطاء عشان ما تتكررش انا يا كابتن. فاهم ايوه هما هيستفادوا وهيشتغلوا وهيعملوا بس هو في نقطه مهمه جدا عاوز اقول لك بص يا كابتن خلينا من دي اولا الراجل ده مضغوط وعليه اتنين هتلنا من الاول برضه من اول ما مسك الكوره وراح له يا كابتن الوقفه بتاعتنا عامله ازاي ماشي خلينا هنا الراجل ده مزنوق كويس يعني هو معاه كرة بس هو في حاله صعبه جدا الضغطه دي جدا ممكن نخرج الكرة بره بالظبط ماشي ولف وتحرك بكل سهوله ولف ماشي معاه واحد واثنين حلو قوي كويس وبقى وشه واتجاهه فين الوقفه الدفاعيه بتاعتك بص عامله ازاي حلو وشه لحد المسح وشه الملعب كويسه ده وقفه لحد الماء لحد الماء كويس قوي حتى قفشه دلوقتي واقف كويس معقول يعني واقف كويس حتى ماشي. الاولاني ده اللي عند جريندو صح بدا منع انه يقف معاه كويس في اللقطه دي بقى دي قفشه بقى ده قفشه من كان من قدامه وبقى وراه يكمل معاه مش كسل مش بتاعته ما بيعرفش يعني هو قفشه الحتت دي قفشه طريقه لعبه مش ده الشكل الدفاعي اللي انا قلت لك مش موجود عندك مسانده الدفاعيه ماشي دي ماشي مش موجوده من انت عارف مين اللي جاب الجون يا كابتن السردباك والكره كانت ايه كره ثابته الاول ماشي. قعدت تتلعب قد ايه الكره الثابته اربع خمس مرات لا قعدت تتلعب وده لسه واقف على ال 18 عشان هتترفع الكوره كويس يا كابتن ماشي. كان لازم يبقى في مان تو مان كله كان ماسك مان تو مان كويس بس هنا الاختيار المان تو مان بقى ايوه بالظبط هنا سرد باك طويل ما ياخدوش قفشه بالظبط كان المفروض يبقى في تغييره بينه وبين مين بينه وبين واحد زي عبد المنعم او واحد زي مثلا ايمن اشرف لما كان موجود كسرد باك تاني يمسك واحد بيلعب بدماغه او فؤاد كريم فؤاد يجي يمسك انت فهمتني يا كابتن لكن دي قفشه خلاص قفشه مسكه ايوه لو حبيت تغير في الوقت ده مش هتبقى عندك وقت ايوه صعبه الكره من اصلا من الناحيه اليمين دي كانت لازم تخلص هي بتخلص في الزنقه دي
واترفعت يعني لما ضغط عليه هو بس هو يعني. ماشي بس هي يعني بيحصل اخطاء في الكوره بتحصل طبعا يا كابتن يعني مش هتقدر لا لا طبعا بتحصل عادي أوفر. وهتحصل الاجوان كلها اخطاء اه والجون في الدقيقه 8 يعني احنا بس بنحلل الجول بنحلل الجول بس والجون في الدقيقه 8 وفي حاجات يعني ممكن الشناوي الكوره عشان بس الملعب الكرة طبت جامد خلي بالك جت في الحته الناشفه ايوه ايوه في النجيله مزبوط. انت فاهم أيوة ودي حاجه مزبوط. ودي حاجه مهمه جدا فعشان بقول لك الملعب او جون زي ده لو في النجيله العاديه كان الشناوي راح شالها ولا لا كان ممكن يروح شالها وهو واقف كان خلص الموضوع أيوة والامر ولا لا بص قفش بيلعب فين يا عادل لبك رايت مين قفش ايوه دي كوره ولا حاجه يا كابتن مش كوره ده الخمس امال هو ماشي كابتن اسامه اللي جاي خلاص ماتش النهارده خلص خلينا سريعا بس نقول الاحصائيات بتاعت مباراه اليوم سريعا كده وبعدين نبص على ماتشين الرجاء ان شاء الله طبعا المباراه 0 للاهلي 1 للمصري فرص بالنسبه للنادي الاهلي على المرمى 1 من 3 المصري 1 من 4 الاهداف المتوقعه اقل من 1 للنادي الاهلي 1 من 2 للنادي المصري نسبه الاستحواذ للنادي الاهلي 58% مقابل 42% للنادي المصري التمريرات الصحيحة 440 من 536 تمريرة للنادي الأهلي و223 من 318 للنادي المصري نسبة التمريرات الصحيحة 82% للنادي الأهلي 70% للنادي المصري تصويبات على المرمى نادي الأهلي 3 من 10 المصري 3 من 12 العرضيات 7 للنادي الأهلي 11 للمصري والركنيات 6 وستة دي إحصائيات المباراة واللي لفت نظرنا النهاردة ونتمنى أنه ما يكررش ويمكن مستر موسيماني قالها في المؤتمر الصحفي تغيير أسلوب اللعب هو دي النقطة اللي احنا اتكلمنا فيها اللي واضح اللي بين الشوط الأولاني والشوط الثاني رغم ان احنا برضو الشوط الأولاني ما كناش كويسين اللجوء للكرات الطويلة بدري جدا من بداية الشوط الثاني يعني من اول ما حسام حسن نزل جنب شريف وابتدينا نلجا للاسلوب الكره الطويل والملعب بقى في نص الملعب واسع على ديانج والسوليه وساعات ديانج كمان كان بيسقط لتحت أي. فالكره الثانيه ساعات تنزل لنا وساعات كتير أي. تنزل لنص ملعب المصري نص لعيبه المصري بيسيطروا عليها وابتدوا يلعبوا بص يا كابتن دي كره في الدقيقه 90 ايوه بص هتنتهي بايه احنا مسكنا كره على الارض عشان نشوف المرات القليله اللي احنا مسكنا فيها كره على الارض كنا بنهدد المرمى طبعا طيب كره مع علي معلول اداها لديانج دي الشوطه ومن ديانجلس بالظبط من ديانجلس سوليه وفي تمركز للناس جوه 18 بعدد كبير هايل وفي استحواذ وكثافه عدديه جامده جدا بص السوليه حلوه جدا يعني طبعاً. احمد مسعود راح في اتجاه الكره اعتقد ان هو ما كانش شايف الكره كمان كويس ما شافهاش بس هو شالها بمعجزه يعني ده ارتفاع معجزه انه جاب الكره دي من ارتفاع ارتفاع صعب على اي حارس مرمى ومش شايفها كمان كويس من احلى الكرات اللي اتعملت هي دي تقريبا احلى كره في المباراه بالنسبه للنادي الاهلي دي افضل كره تقريبا اتلعبت والكره قلنا اللي بعديها اللي هي ياسر لعبها بدماغه فوق العرض برضه كانت ممكن تبقى فرصه هدف فانا اقصد انه في وقت لما كنت بتنقل الكوره اكتر من تمريره كنت بتوصل مظبوط بس هو الاستعجال والرعونه اللي حصلت ان احنا عايزين نعوض الجون بسرعه فلجأنا للعب الطويل من بدري صحيح المباراه الجايه تغيير اسلوب اللعب ضروري طب من طبعا. البدايه طبعا اولا الضغط النهارده من البدايه ما كانش قوي جدا يعني احنا فقدنا البدايه من الاول البدايه فقدناها يمكن المصري هو اللي كان بيضغط علينا الشوط الاولاني يعني مش الحاله الطبيعيه بتاعتنا ده في ماتش الرجاء لازم نبقى ضاغطين من بدري طيب بمناسبه ماتش الرجاء يا كابتن خلينا نتكلم على مشوار الفرقتين خلال دوري ابطال افريقيا دور المجموعات ماشي النادي الاهلي لعب 6 مباريات والرجاء 6 مباريات النادي الاهلي كسب 3 مباريات الرجاء خمسة الرجاء كسب 5 مباريات نادي الأهلي تعادل مرة واحدة الرجاء تعادل. ولا تعادل نادي الأهلي هزيمة في مباراتين الرجاء هزيمة في مباراة نادي الأهلي ليه 7 أهداف الرجاء ليه 7 أهداف في تساوي في القوة الهجومية أو القوة التهديفية نادي الأهلي عليه 5 أهداف نادي الرجاء عليه هدفين بس النقاط النادي الأهلي 10 والرجاء 15 هدافه للفريقين محمد شريف للنادي الاهلي جايب 4 حميد احداد جايب هدفين للرجاء مجدي قفشه
جايب 2، محسن متولي جايب 2، حسين الشحات جايب 2، محمود بن حليب جايب 2. معدل العام للتحليل بقى لنادي رجاء خلال دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا، معدل التمريرات الصحيحه يا كابتن 83%، ده المتوسط 424 من 507. الفرص برضو ده المعدل 7 من 52، الاهداف 1.3 من 11. دخل مرمى تقريبا يعني نقدر نقول ربع هدف في كل مباراه تقريبا، فهو عنده قوه في خط الدفاع. معدل التصويب على المرمى بين الثلاث خشبات 5 من 12، برضو ده المتوسط. العرضيات 13 ايجابي من 106 عرضيه. بص، هو الاحصائيات احنا قلنا بتدي مدلول، لكن ما بيبقاش هي الاساس، الاساس في تقييم الفريق او في هي مؤشرات بالظبط لشكل الطريقه اللي بيهاجم بيها الفريق من انهي جنب، عدد التصويبات بالظبط، الفرص اللي بيجيبوها، بتدي مؤشرات. ولكن انت دلوقتي دخلت في مباراه خروج مغلوب، مش دوري مجموعات في تجميع صحيح. نقط وحسابات انك انت ممكن تلعب بره ملعبك بشكل معين عشان تجمع النقطه الفلانيه وتجيب وهكذا. انت دلوقتي دخلت مباراتين في دور ال 16 بينك وبين الرجاء، هيبقى الشكل مختلف سواء بالنسبه للاهلي او الرجاء. مباراه اولى الشكل مختلف من ناحيه ايه؟ من الاعداد للمباراه، من الهدف من المباراه، غير لما بتلعب في دوري مجموعه بتجمع نقط. الهدف للفرقتين واحد، اللي عايز يكسب في خط بالظبط، ما هو طبيعي. بس انا اقصد ان حساباتك في خروج ماتش يعني تخرج ماتش خروج المغلوب غير لما بتحسب دوري مجموعات. دوري مجموعات مثلا في البدايه تقول ايه، انا اتعادل بره ملعبي مش عارف ايه، خد بالك احنا عندنا هنا في افريقيا يا اسامه الهدف بهدفين مش كده بيتحسب حتى الان مازال. حتى الان مازال في افريقيا مازال. ان ما يجيش فيه جول هنا طبعا طبعا اكس فاكتور يعني كده. اول حاجه ان انت ان شاء الله ما يكونش صحيح. عندك اي طبعا. صحيح طبعا. دي مثلا ممكن في دوري المجموعات بتعديها لانك لأن كذا ماتش لسه تعويض، لكن دي بتلعب على نقاط. ايوه دي نقطه، انت بتلعب على نوك اوت يعني. دي نقطه مهمه جدا ان كابتن شريف اتكلم فيها، اللي هو مثلا انك محافظه انك انت زي ما عايز تكسب هنا ما يجيش فيك هدف تجيبه ما يخشش فيك. يعني دي طبعا نقطه مثلا من النقط الخطيره في خروج المغلوب. فشكل المباراه يتغير. انت لعبت المباراه الرجاء قريب جدا في قطر قبل كده ماشي. ويعني التشكيل يتغير. لا تشكيلهم تقريبا، لا 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 ما بتكلمش على تشكيل الرجاء. انا بتكلم على تشكيل النادي الاهلي. لما انت عندك في حاجات اساسيه يعني ماشي. علي معلول هو الباك الشمال مش كويس. ياسر ابراهيم ومحمد عبد المنعم مشكله في الباك رايت. طيب باك رايت ما هو لو متعور النهارده ده خارج متعور مين؟ كريم. ما هنشوف كريم بس انا اقصد ما انت برضه خلي بالك هاني بعيد باله فتره. لو هاني بس لو سليم 100% يلعب يبدا. لو سليم وبيتمرن، قصدي بتاعت الجهاز بقى يعني طبعا. الجهاز وراجل الطبيب والمعد البدني وكل دول هم اللي عارفين. لو هو سليم 100% ياما كلنا جينا من اصابات مثلا من لمده ماشي. 20 يوم او طيب. او 25 يوم ويلعب لو هو سليم. لو سليم هم اللي عارفين. لو سليم ترجح كف تاني على كريم فؤاد. يعني انت لو بتتكلم ناوي. لو بتتكلم على تشكيل هيبقى الشناوي هاني لو سليم محمد وياسر وعلي معلول طبيعي. نص الملعب هتلعب 4-2-3-1. هي دي بقى النقطه اللي لازم نفكر فيها كويس. بس انا من وجهه نظري نلعب 4-2-3-1 يعني لازم قفشه يلعب. انت خايف من ايه؟ نص ملعب الرجاء؟ لا ما انت لازم، انت بتلعب في ملعبك لازم تاخد الشكل الهجومي الاكتر وتبقى فيه اندفاع للهجوم. مجدي قفشه بيعرف يلعب الناس، صحيح النهارده ما كانش في حالته لكن بيعرف يلعب الناس، بيعرف يعمل تمريرات بينيه. ما ماتش في الاستاد ولا في لسه هو لحد دلوقتي في الاهلي والسلام لسه. فالطبيعي انك تلعب 4-2-3-1 كويس. مجدي قفشه معاد يانج وعمرو السوليه لو حمدي فتحي لسه في الاصابه يعني دي لا دي. لا ما هو لو حمدي فتحي سليم ما انت هتختار واحد من اثنين او واحد من اثنين من ثلاثه. ما هو ما هي بقى النقطه، انا بقول لك انا قفشه لا ما هو بيفضل 4-2-3-1. انا بالنسبه لي قفشه لازم يكون موجود. انما الاثنين اللي في نص الملعب الدفاعي خلاص ممكن يبدا اليو ديانج وعمرو السوليه زي النهارده. عمرو على اساس ان حمدي كان مريح مثلا الفتره اللي فاتت. والرباعي اللي قدام محمد شريف راس حربه طبعا ماشي، احمد عبد القادر
هي اصل خلي بالك البدلاء لازم لهم دور مهم جدا. كمل. طيب ما انا هقول لك البدلاء. لا هقول لك بس البدلاء ليهم دور مهم جدا. صح. فانا كنت اقول لك حسين الشحات يبدا، بس لا حسين الشحات خليه كبديل ورقة. ممكن ورقه أي. خلاص انت تدب احمد عبد القادر وقفشه وشريف ويلعب بيرستاو عادي ناحيه الجناح اليمين ويلعب بيرستاو. طيب. ده يعني اقرب حاجه. ماشي كابتن عادل. يعني انا خليني بقى اقول لك ان انت بترتب كل ده عشان ماتش الرجاء. شوف احنا يعني مثلا ايه سمحنا لحظه بس لا احنا سمحنا عشان ماتشين الرجاء. لا ايوه عشان مباراتين الرجاء بس احنا سمحنا بادائنا يبقى كده وبنلتمس الاعذار. ماشي قول لنا ليه. لا لحظه يا كابتن. لحظه انا عاوز اوصل الاول على اقول وجهه نظري في حاجه ثانيه عشان اتفضل. انا طول الوقت بدافع يعني. ماشي اتفضل. فدي وجهه نظري ان انا دفعت علشان اوصل للمباراتين دول. كويس. هم دول من المحك اللي عندي بالنسبه لي انا. انت اكيد بتريح لعيبه يبقى حاطط في دماغك لعيبه. طيب انت عاوز توصل للمباراه. انا لو مدرب اوصل للمباراه باللعيبه اللي انا ريحتها عشان انا عامل تكتيكي على فرقه الرجاء. كويس. وليس كويس. انا هلعب ازاي. طيب. عندك فتره الاسبوع دي فتره كافيه جدا. طبعا. كويس. وانت بتدرس الرجاء. الرجاء بيلعب 3 4 3 لا وفي التجهيز زي مالك كابتن اسامه وكابتن شريف. تمام. في التجهيز الاسبوع فتره كافيه أوكي. جدا. اوكي لو حطينا فريق تشكيل يعني انا من وجهه نظري انك انت ترجع لطريقه 4 في المباراه ديت 4 3 3 ليه 4 علشان... 3 3 ولا 3 4 3 لا 4 3 3 من حط مين؟ انا من وجهه نظري لاني انا هلاعب فرقه هتلعبك هنا ب 3 4 3 ولكن ممكن يعملوها هينزلوا الاثنين تحت هتبقى 3 6 1 هم بيعملوها الرجاء كده بيلعبها بره ملعبه كده وعنده اكتر من لعيب يعني عنده احداد ونجومه وعنده زريده ده عندهم سرعات وعندهم قوه فانا بقول لي 4 3 3 في الملعب اللي زي ده علشان حته التحول الدفاع والهجوم بتاعنا احنا في الوقت ده مش جيدين فيها 100% فيبقى عندك الخطوط عندك فيها تساوي شويه في كثره العدديه بالنسبه لقدام انا من وجهه نظري يلعب عبد القادر هو نحن. خلينا نقول تشكيل فرقه الرجاء في اخر مباراه انس لحراسه المرمى كويس الزناتي وبيلعب فعلا 3 ورا الياس حداد مروان هدودي وجمال حركاس بيلعب 4 في نص الملعب ده على ملعبه اسامه سكحال أيوة. محمد معكازي عمر العرجون محمد النهيري وقدامهم على الاطراف نجومه وزريده وحميد حداد بص بقى لما بيلعب بره حميد حداد ده تلاقيه نازل جنب النهيري حداد ينزل جنب النهيري وفي الناحيه الدفاعيه ونجومه بينزل جنب اسامه على الاطراف وبينزل تحتيهم واحد من العرجون واحد من عكاز يعني هو بيلعب 6 في نص الملعب ايوه الكوره اول ما بتتقطع من الرجاء في اي ملعب بيلعبوه بره بتبص تلاقيه بيعمل اخر 30 متر يديك بص ينزل ال 30 متر عشان سرعاته بينزل ال 30 متر ورا علشان السرعات وبالذات لما بيلعب في ملاعب جيده لما يجي يلعب في مصر فبص تلاقيه فعشان كده بقول لك ليه العب 3 علشان حته الثلاثة يبقى عندي زياده عدديه لانه لو هم بيدافعوا بالتسعه اللي انت شايفهم هتلعب باللي هي بالواحد ده هينزلوا واحد يمسك قفشه من تحت هنا من تحت الراس حربه ها وهتتزنق وهتتخنق زي مباراه النهارده قولي تشكيل فالثلاثه انا من وجهه نظري الاربعه هاني زي ما الكابتن اسامه قال لو جاهز طبعا علي معلول وعبد المنعم وياسر ابراهيم ماشي وانا اخش الثلاثه بتوع نص الملعب الصراح السولية وحمدي واليو ديانج ولاعب محمد شريف راس حربه وعبد القادر ناحيه الشمال وممكن ابدا بواحد زي لا ابدا بواحد زي حسين الشحات مثلا مش هتبدا بقى لا ما ابداش بيه المباراة أول شوط هنا وبعدين ممكن أغير تاني شوط طيب كابتن بلال بعيد عن الكلام اللي قاله كابتن عادل عبد الرحمن أخش في الموضوع على طول ولا لا أخش في الموضوع على طول وقول لي التشكيل المناسب للماتش ده طيب بص يا كابتن أيمن يعني هو كابتن يعني عادل قال نقطة مهمة جدا قال أنت في يعني في بعض الأوقات أنت بتلعب ماتش بتركز فيه كويس قوي بس بتحضر الماتش اللي بعديه في نفس التوقيت يعني فهو يعني كابتن عادل اشار ان هو الراجل بيحضر لماتش الرجاء يعني ودي نقطه برضو ايه مهمه برضو لا نغفل يعني كل الناس بتنادي بالبطوله الثالثه على التوالي لمستر موسيماني يعني خلينا يعني اقول التشكيل الامثل يعني من وجهه نظر الشخصيه بالظبط معلول وياسر وعبد المنعم وكريم
طبعا حمدي فتحي مش موجود اكيد يعني مش كده صح. وكريم حتى لو هاني جاهز ما هو خد بالك هاني برضه مش بعيد مش جاهز تمام ماشي. والسوليه واليو ديانج وقفشه وعبد القادر والشحات ومحمد شريف دول من وجهه نظري يعني 4-2. ليه يا كابتن كده؟ لان انت بص احنا عايزين يعني نشتغل بطريقه لعبنا بطريقه لعب النادي الاهلي نستحوذ تمام. يعني ممكن اختلف شويه مع 4-3-3 مع كابتن عادل لان ممكن ما يبقاش فيها استحواذ وممكن يبقى فرقه الرجاء هو مش عايزينهم ياخدوا المبادره زي ما صن داونز عمل هنا في القاهره. يعني عايزين احنا اللي نستحوذ، عايزين احنا نمتلك الكوره، عايزين احنا نبقى في حاله هجوميه. هم صعبين في المرتده مرتدات انا عارف طبعا لانه الثلاثه اللي قدام سرعه جدا، الثلاثه اللي قدام سرعه جدا. بينزلوا لفين؟ بينزلوا لغايه ال 30 يارده اللي تحت. مظبوط مظبوط. فاحنا بس اتمنى ان احنا كمان بالطريقه اللعبه دي بس يبقى فايق قفشه لازم يعني هتعتمد على فوقانه بشكل كبير. لو مش فايق قفشه يبقى تتحول الطريقه ل 4-3-3 ونعتمد على السرعات بتاعه الخط الهجوم ونلعب بثلاثه فلات في نص ملعب ويبقى تبقى افضل بالنسبه لنا. لو قفشه فايق يبقى نلعب بمجدي قفشه، هو لعيب جيد بيلعب في مساحات بشكل كويس. المباراة هتبقى في استاد السلام او استاد القاهرة، يعني الملعب ارضية الملعب هتبقى كويسة، ما عندناش اعذار، نمتلك ونستحوذ ونخلق فرص وان شاء الله الاهلي يكسب الماتش ده. لان انا بشوف الماتشين دول ماتش القاهرة وماتش الحسم من وجهة نظري. يعني ماتش القاهرة هو الحسم لو النتيجة مطمئنة يعني لازم هو ده ماتش الحسم بالنسبة لك. ملعبهم صعب هناك طبعا، يعني الامر يعني لو كسبت هناك هيبقى في متوتر ومستعجل وعايز ينزل يجيب. ايوه فاهم قصدي؟ لو انت ربنا كرمك ان شاء الله وكسبت الماتش اللي جاي باذن الله. ان شاء الله. سريعا كابتن شريف التشكيل. انا تشكيلي يمكن ما حدش هختلف شوية في سنة يعني. اتفضل. انا عارف ان كريم فؤاد مرهق جدا ويمكن مصاب. انا عايز العب بالشناوي و3 4 3 كويس؟ اتفضل. هنلعب علي معلول وايمن اشرف ومحمد عبد المنعم. اشرف مش ياسر ابراهيم. لا علي معلول وياسر ابراهيم ومحمد عبد المنعم. كويس. عمرو السوليه واليو ديانج وحسين الشحات وقفشه. كويس. دول الاربعه اللي في النص. ماشي. احمد عبد القادر ومحمد شريف وطاهر محمد طاهر. الثلاثه اللي قدام. انا بعمل ليه هنا في الحلقه دي بتمنى التشكيل ده. ها؟ انا بتمنى ليه التشكيل ده؟ انا بقفل الاطراف خدت بالك على لعيبه زي حميد حداد ده زي ما قال عادل بينزل وبيلعب من الاطراف. انا لو طاهر محمد طاهر حالته البدنيه سليم انا عايزه يلعب في الوقت ايه حط بيرسي تاو. انما لو طاهر عنده من القوه البدنيه جنب حسين الشحات في المكان ده لو هنلعب 3-4-3 خاصه يا بلال على ارضنا. أيوة. انا عايز الانياب اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليها وبنتمناها. عندك علاقه علي معلول وعبد القادر وفوسطيهم قفشه ومعاك السوليه جنبهم ده كوان لعيبه كوره. اعتقد الاسبوع ده يمكن ان شاء الله يكون في استشفاء وفي ارتياح وفي كلام وفي رغبه وهيبه من اللعيبه باذن الله يخلوا لك الشكل ده. ومحمد شريف كمان تقدر تترجم له حاجات هو يشتغل فيها. التنفيذ في الملعب يبقى نوعيه اللعيبه اللي انا اخترتها دي لعيبه اعتقد كلنا متفقين ان هم لعيبه كوره ستاندنج لعيبه كوره ايه كلاس يقدروا اي حد فيهم يفاجئك بالتميز اي حد فيهم بالتهديف. فانا اتمنى لو كان التشكيل ده يقدر لمستر موسيماني انه يلاقيهم في حاله بدنيه كويسه يكون جود لك باذن الله. باذن الله رب العالمين. نتمنى التوفيق للنادي الاهلي في مباراتي الرجاء ان شاء الله للعبور الى دور الاربعه باذن الله. هنروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل نشوف خبيرنا التحكيمي كابتن ناصر عباس والحديث عن حالات كتير تحكيميه حدثت في مباراه اليوم. ارجوكم انتظرونا. نرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين ونرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز دايما كابتن ناصر عباس. كابتن ناصر اهلا وسهلا بحضرتك منورنا. تحياتي لك كابتن ايمن وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. تحياتي للنجوم الكبار كابتن شريف عبد المنعم كابتن اسامه عرابي كابتن علي عبد الرحمن كابتن احمد بلال. اهلا وسهلا كابتن. بدايه بنقول مبروك للنادي المصري وهارد لك النادي الاهلي ان شاء الله. نتمنى ان شاء الله الفوز باذن الله للنادي الاهلي في مباراه الرجاء وده هو يعني الهدف اللي هو الكبير كابتن شريف بالنسبه لنا ان شاء الله نكسب ان شاء الله في المباراه اللي جايه ويكون المكسب حليف النادي الاهلي باذن الله في المباراه القادمه. كابتن ايمن بنتكلم على طاقم التحكيم يعني كان محمود عاشور الحكم الميدان وكان على الفار محمد الحلفي. انا بقول ليه؟ لان احنا هنتكلم في حته الفار والحكم اكتر من مره. الحاجه الثانيه انا بتكلم على محمد الحنفي كان على الفار ومحمود ناجي على الفار. هو المفترض لما بيكون في حكم ساحه في الفار بيبقى الحكم الثاني حكم مساعد. ماشي. ده المفروض
احنا عندنا حكام مساعدين مظبوط للفار عشان التسلل دي مزبوط. بس النقطه بنتكلم فيها في البدايه، ولكن خلينا نتفق يا كابتن اسامه كابتن احمد على المعايير. انا النهارده بشتغل بمعيار الحكم كابتن احمد، صح، بمعيارك انت مش بمعيار اسامه عرابي ولا ايمن ولا شريف ولا بلال ولا عادل، فباخد منك انت في القرارات اللي انت بتحتسبها. يعني مخالفه مثلا للدفع هي الدفع، لو المعيار واحد يبقى الحكم ماشي بمعيار واحد في المباراه كلها يا كابتن عادل، ولكن عندما تختلف المعايير تتوقع الاخطاء من الحكم المباراه. مظبوط. هروح للبدايه، وده يعني بنتكلم في القانون، انا جاي في فقره القانون الماده 12، لما اللاعب يحتفل بالهدف ويطلع البنالتي يعاقب. مظبوط، دي الف ب، ده انذار، مفيش فيه انذار، مفيش فيه كلام. نشوف الحاله الاول اللي جت هنا، الهدف هيثم العيوني، هو لاعب النادي المصري بيسجل هدف، هدف طبعا سليم مفيش فيه مشكله، ولكن نشوف هنا اللاعب ايه اللي حصل كابتن ايمن. لا لا لا، شال الفانيلا، رفع الفانيلا لفوق بس. طب ارجع تاني الكره اللي قبل، ايوه دي هنا بس. نقف 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 هنا كابتن، اللاعب طبقا للقانون ماده 12 في اكتر من حاله ينظر اللاعب عندما يتم تسجيل هدف. نشوف في القانون بيقول ايه، مش انا اللي بقول. خلينا هنا نتكلم يا كابتن احمد في يجب انذار اللاعب حتى لو تم الغاء الهدف من اجل 1 2 3 4. خلينا في اخر نقطه كابتن احمد اللي هي ايه؟ ليه؟ خلع القميص او تغطيه الراس بالقميص، دي موجوده بالنص، ده في القانون، دي اول حاله. انا بقول الكلام ده لان اللاعب ده تم اشهار لي البطاقه في الدقيقه 80، صح، لو هيثم العيون. انا النهارده بتكلم في انذار، هنا الانذار ده يا كابتن مفيش فيه تقدير يا كابتن استاذ. مظبوط يا كابتن. لاعب بيغطي القميص او بيقلع التيشيرت او بيروح يتسلق السياق للجمهور او بي عنده افراط في الفرحه، هنا القانون اللي بيقول ماده 12 عندما يتم احتفال اللاعب بالهدف هنا ينظر لخلع القميص او تغطيه الراس بالقميص او تغطيه الراس او الوجه بقناع او اي شيء، دي كلها حاجات بينظر فيها اللاعب. هل من المعقول يبقى انا النهارده الحكم ما شافش، الحكم المساعد ما شافش، والرابع ما شافش هذا اللاعب يا كابتن؟ لا، ده جاب الجول يا كابتن وخبط بكوعه مجدي قفشة وهو ماشي بعد ماشي ما جاب الجول. ماشي، دي ممكن ما يعني دي حاجه ممكن يكون ممكن ما تتشافش، ولكن لما انا اخلع القميص او انا اغطي بوش القميص دي حاجه فورت. نتكلم في القانون يا كابتن. أيوة. دي اول حاله، ونشوف بعد كده ايه اللي حصل. يبقى احنا بنتكلم هنا في انذار لاعب لم يتم انذاره نتيجه ان ما حدش خد باله من طاقم التحكيم فيها. لو رجعت بالكره، أوكي، لو رجحنا هتشوف الكوع في وش قفشة. تعالى بقى نشوف اللي حصل ايه. هذه الحاله نرجعها كده ونشوفها بعد ما جاب الجول. نشوف هنا حاله ثانيه بعد كابتن شريف هنجيبها. بص خلاص احنا قلنا خلاص هنا الهدف، هو راجع وقف هنا بقى. لا وقفلنا، انا بتكلم على الاصل الوقع. في العقوبه. أيوه. دي واقعه واضحه جدا يا كابتن، لازم لابد ان هو يشهر ليه. هتلاقيه راح لغايه قفشة وخده بالكوع في وشه. تمام تمام، بعد اذنك بس خليه بس يوقف. بس هو بعد. هو كابتن ناصر بيتكلم على واقعه، على واقعه نص صريح في القانون، واقعتين يا كابتن. انما هنا ممكن يكون الحكم ما شافش او ده واقف قدامه يا كابتن ما شافش. ماشي يلا خلينا بقى نروح. هو فرحان، الحكم فرحان ان المصري جاب جول. الانذار ماشي، يلا خلينا نشوف الانذار اللي خده اللاعب هيثم العيوني اللي هو لاعب نادي المصري. خلاص هنا كان يجب انذار اللاعب وهنا ما انذرش. هنا اللاعب هنا تعطيل الوقت. تعطيل مظبوط، انت اللي اديت الانذار يا كابتن احمد. ده كان ممكن يكون الانذار الثاني يطرد. بالظبط، انا بتكلم، انا ماليش علاقه بالفنيات، انا بتكلم كتحكيم. مظبوط، هنا بنتكلم كتحكيم. انت اشرت البطاقه هنا، كان يجب هنا يعني لو انا النهارده اشرت البطاقه في الحاله الاولى كان هنا الانذار الثاني وبطاقه حمراء. انا بقول الكلام دوت ليه يا جماعه؟ لان ما ينفعش لاعب يغطي وشه عشان الحكم ما يديلوش انذار. الكلام ده لكل الحكام، ما ينفعش الحكم ما يشوفش والمساعد ما يشوفش والرابع ما يشوفش في هذه الحاله. نروح بيه المعايير اللي الحكم كان بيحسبها الاخطاء. يلا الحاله بعد كده، هذه الحاله في كل المقاييس هنا في بطاقه صفر. جيراندو هنا نشوف هو عمل ايه كابتن مع لاعب نادي الاهلي. نشوف هنا الايد، نمشي اهي، ده تقريبا في الثانيه 30. ما هي البدايه بده نكون يعني البدايه ما تكون صحيحه، الدنيا كلها بتبقى ماشيه يا كابتن. الكوره دي يا كابتن في حاله شبيهه لاليو ديانج الماتش اللي فات كتير يا كابتن، خد منها كارت. انا بتكلم في المعايير بقى. بالظبط، هنا انذار طبعا مستحق لما يشهر فيه لاعب النادي المصري.
المعايير، واحنا قلنا عنوان المباراه كانت المعايير. يلا خلينا نروح للحاله اللي بعد كده. شوف البعض قال لك في هدف والحكم لغاه. لا طب نشوف يا كابتن اسامه كابتن احمد، مهمه جدا صح، وين الحكم؟ هنا نشوف هنا المخالفه، هنا هل في مخالفه ولا مفيش؟ في يا كابتن مخالفه قبل تسجيل الهدف، عشان بس ما حدش يطلع يقول دايس على رجله. ان النادي دايس على رجله واضحه جدا جدا، وفيها انذار كمان في هذه الحاله، انذار ومحمود عاشور صفر قبلها كمان. هات لي الحاله دي تاني مره، عيدها لي تاني وتالت كده. هو هنا عاشور هنا قريب صفر قبل ما الراجل يسدد الكوره، كان عاشور مصفر بالمخالفه. مظبوط، كانت قبل الهدف كان هناك مخالفه تسبق الهدف. تاني هنا قال فوت ان فوت، يعني الراجل حاطط سارز على الرجل الشمال طبعا. تاني كده نشوف تاني كابتن اسامه بس عشان نتاكد. لا فاول يا كابتن، على وش رجله، ادي الرجل اهي الشمال على قدم قفشه الشمال. كابتن احمد معايا ولا ايه؟ معاك يا ماشي. يلا لا هنا قبل يعني ماشي، خلينا نشوف الحاله ديت، هل هناك دفع ولا مفيش؟ وانا بتكلم هنا في المعيار الواحد في هذه الحاله كابتن شريف. هو هنا اللاعب لم ينجح في لعب الكره، اللاعب المدافع تمام. نشوف هنا لم يتم احتساب مخالفه لمحمد شريف، ونشوف هنا هل في دفع ولا مفيش. هو الحكم هنا بمعياره قال مفيش مخالفه بالمعيار. كابتن بلال نشوف المعيار اللي جاي في هنا، نشوف هنا لاعب المدافع طبعا ارتقى فوق، دي جوه ال 18 يا كابتن، داخل الصندوق. بالظبط، انا بتكلم في المعيار. ايوه عشان ما حدش يقول لي انت قلت، لا انا هقول بقى اللي جايه بقى نشوف هنا في فاول ولا مفيش. يلا خلينا نروح للي جاي، الفاول اللي جاي هنا في فاول تم احتسابه لعلي معلول. هل في مخالفه يا كابتن احمد؟ نعيد الحاله دي تاني. هو ده لعلي ولا على العلي بس؟ ده ادى المخالفه لعلي. ده لعلي لعلي معلول. مفيش حاجه. اسامه ممكن نتكلم؟ مفيش حاجه. لا مفيش حاجه. هل في مخالفه؟ مفيش حاجه خالص. لما انا كحكم معياري ان انا احسب دي مخالفه، نشوف كده. يعني التلاحم عادي كده. المخالفه تلاحم عادي جدا. لما ادي معلول يعني خطا زي ده. تاني هنا هنا اللاين مان هو اللي ادى اكدت يا كابتن. انا كحكم اكدت على الفاول، ما هو هنا المعيار الحكم والمساعد. لا هنا واحد. اعتقد هنا اللاين مان اللي هو اللي ادى الفاول. انا بتكلم اختلاف المعايير ما بين الحكم والمساعد. مظبوط، معيار المباراه كلها. وفي الاخر مين اللي خد القرار؟ ما هو الحكم. معيار القرار كله. خلي بالك ده مش اول فاول يحصل فيه الكلام دوت، في فاول تاني في نص الملعب تم احتسابه لايمن اشرف، نفس اللعبه ما كانش فيها مخالفه. لا وفي فاول على عبد المنعم في نص الملعب برضه. وفي فاول على عبد المنعم. انا بتكلم النهارده بالمعيار بتاع الحكم كابتن شريف، يبقى لعبه محمد شريف ركله جزاء داخل الصندوق. مفيش معايير حتى. بالمعيار، مش معيار انا ولا معيار اي حد. صحيح. انت اللي اديتني المعيار بتاعك كحكم. مظبوط. مش انا اللي فرضته عليك، يعني انت فرضت نفسك المعيار. يعني هي تحكيميا ركله جزاء ولا مش ركله جزاء؟ ركله جزاء. لا ركله جزاء. بالمعيار. سيبك بقى من المعايير، مش مهم المعايير بقى، مش فارقة. لا يا كابتن انا ليه بقول المعايير؟ لا مش فارقة معانا يا كابتن، المهم ان القانون يقول ان دي ركله جزاء. ما انا برضه بتكلم ليه؟ لان عشان ما حدش يجي يقول لي ده الحكم حسب وما حسبش. اللي بيحسب بره يحسب جوه. اللي ما يحسبش بره يحسبش جوه. لا يا كابتن، بص يا كابتن ناصر، في حاجات بره بتتحسب كده تمام تمشيت لعب، وفي حاجات ما تتحسبش. لا لكن بس دي مؤثره يا كابتن. بص الناس بتطلع تقول لك ايه ركله الجزاء مؤثره. لا 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 يعني انا 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 بقول جزاء. انا بقول هنا ركله جزاء، يبقى هو ضيع علينا ركله جزاء. كابتن احمد انا شايف ان هنا في دفع موجود، لان اللاعب لم ينجح في لعب الكوره، هو طلع ارتقى عمل خطا باهمال. في دفع ولا في دفع صح. في داخل الصندوق ركله جزاء. طيب في كوره مهمه انا عايز اجيبها يا كابتن بعد اذن حضرتك، لو موجوده معاك. كل حاجه محمد شريف يلا على اليمين. لا خلينا نروح للحاله بعد كده. اللي عدى منه على اليمين راح لجوه. كوره ثانيه جوه ال 18. نشوف الحاله اللي جايه ديت، حاله مهمه جدا. ظهره يعني خطا، هقول من بره مش من جوه. تعال هات الخطا. اللوت اسمع. نشوف هنا. في ايده. طيب. الثاني هنا من الزاويه ديت، شوف هنا. الرجل واضحه جدا جدا في الايد بتاعت محمد شريف على خط ال 18. فاول مش فاول؟ فاول على الاقل لامس مخالفه على حدود 18 تستحق البطاقه الصفراء.
لم تحتسب، يمكن الفار وقف فيها شويه ايوه على اساس كان بيشيك ان هي من جوه هو ولا بره، هي من بره ايوه، ولكن انا بتكلم النهارده هذه المخالفه لم تحتسب وكان يجب اشهار فيها البطاقه الصفراء. تمام نعدي. ده خطا تحكيمي يعني، ده هيثم كمان، ده هيثم لعيوني برضه مش كده؟ يعني كان لازم بعديها يديها فاول من بره كابتن. ما هو انا الفار بيتدخل امتى؟ امتى الفار؟ عشان هي لو من جوه كان الفار تدخل. سؤال يا كابتن بعد اذنك، سؤال فني بعد اذنك، يعني دلوقتي الكره دي لو الحكم صفر بنالتي تمام وهي من بره طرد والفار قال له لا مش بنالتي، تتلعب ايه؟ برافو عليك. انا النهارده الفار يتدخل في ركلات الجزاء، هو هنا النهارده الفار بيقول لك لا مش بنالتي ليه؟ من خارج. ايوه من خارج بعملها بره. تتلعب ايه؟ تتلعب ايه؟ الجزاء هنا بتعمل بتتعمل هنا يا كابتن اسقاط. بس شكرا مفيش مشكله. انت عادل سمعت يا كابتن؟ تمام ايوه يا كابتن. طيب ما يديش الفاول يا كابتن؟ لا 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 لا، هو الفار ما دخلش في الفاولات، دخل في الاخطاء. تعالى يا كابتن هنا في الحاله اللي جايه. دي انت طلبتها يا كابتن عادل. ايوه دي اللي انا طلبتها يا كابتن. يعني معلش يا كابتن ناصر، دي بتاعت حسام اللي انا طلبتها. هنا هنقف. ماشي هنقف. بس اللي فاتت دي، اللي فاتت دي يا كابتن مش كارت احمر؟ انا اللي فات معلش انا اسف يعني، لا قبل دي انا عاوز اقول، انا عاوز اقول حاجه مهمه جدا جدا يا كابتن. اتفضل. ولا عشان الكره ردت منه ورجعت لورا؟ برافو عليك. هو هنا اعتبر ان دي مش فرصه واضحه. ليه؟ مظبوط. لو قلنا فرصه الواضحه ليها معايير يا كابتن احمد، وبحييك طبعا انك انت فاهم كويس قوي قوي. عاوز تقول ان اللاعب دوت ان مشريف لو كان عدى بالظبط كان راح انفراد، بس انا هنا الكره رجعت للخلف. رجعت للخلف صح. الفرصه الواضحه هي احنا قلنا ايه؟ اتجاه العام تمام؟ المسافه ما بين المخالفه والمرمى، السيطره والمخالفه ما بين الحدث والمرمى. فالكره رجعت للخلف وبالتالي هنا ما كانش الفار يقدر يتدخل في بطاقه حمراء فيها. الحاله اللي جايه. خلاص الحاله اللي جايه. هنا المسك كان في الاول من الاثنين. مفيش كلام. ماشي. معاك. ولكن بعد كده ايه اللي حصل؟ حسام عايز يلف. انا كراجل بلف اروح لكورس. بالظبط. بص دراعك يا كابتن. انا عارف عارف كابتن نايم. نشوف بس واحده واحده. يلا حسام حسن هنا الكره هنا المسك هنا 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 خلاص صح. انا بعدي نشوف هنا الايد هنا المدافع هنا الايد واضحه. انا بس بتكلم في نقطه مهمه جدا. هل من المعقول النهارده في هذه الحاله ان الفار، احنا قلنا التقديرات بتختلف من الحكم لحكم للفار، على الاقل كابتن ايمن كان يجب على الفار ان يستدعي الحكم وتعالى قرر انت يا سيدي هل في مخالفه ركله جزاء ولا مفيش؟ للاسف الشديد ان الفار هنا برضك شيك عمل كونفيرم ان مفيش مخالفه. يعني عندي حاله محمد شريف دفع والمعيار كان مختلف في احتساب المخالفات. انا عندي هنا حاله من الحالات المهمه ايضا بتتحسب كتير قوي قوي ركله جزاء كتير كتير جدا بتتحسب ركله جزاء الفار لما يتدخل فيها. معيار تحكيم النهارده كابتن بعيد عن الفنيات كان المعيار مختلف تماما سواء كان من حكم المباراه طيب وما بين الفار. مظبوط يا كابتن. ما هو احنا برضو خلي بال حضرتك احنا في نقطه اتكلمنا فيها الفتره اللي فاتت وحضرتك كمان كنت بتقول ايه؟ ان انا نفسي التحكيم المصري يكون ليه دور مميز في افريقيا، نفسي التحكيم المصري يكون ليه دور في كاس العالم. ما هو بالشكل ده باللي بيحصل ده واللي عانينا منه احنا كنادي اهلي السنه اللي فاتت او السنوات اللي فاتت، السنه اللي فاتت بالذات وتسببت برغم من ان انا معترف ان في اخطاء كانت من الجهاز الفني واللعيبه في الملعب ادت برضه لمقدام بعض النقاط، ولكن التحكيم كان ليه دور. ما هو بالشكل ده لا هيبقى لينا وجود للتحكيم المصري على الساحه الافريقيه ولا لينا وجود للتحكيم المصري على الساحه الدوليه والعالميه. بنتكلم على 8 اطقم تم اختيارهم في كاس العالم. قولهم يا كابتن اتفضل. يعني احنا عندنا بملك، عندنا سيكازوي، عندنا مجيد نضاي، عندنا رضوان جيد من المغرب، عندنا مصطفى غربال من الجزائر، عندنا جان جاك اللي هو هيحكم أيوه. المباراه ان شاء الله اللي جايه. جاك جندالة. 8 اطقم رايحين، عندنا سيكازوي زامبي أيوه. 8 من افريقيا رايحين كاس العالم. للاسف مش موجود حد في الحكام المصريين باستثناء طبعا الحكم المساعد الدولي محمود ابو الرجال اللي هو هيلعب في طاقم بكاري جسامه في كاس العالم. والحل ايه؟ الحل لابد ان يكون في تطوير للتحكيم المصري، وزي ما قلنا عشان اتواجد في كاس العالم لابد يكون في دعم ومسانده وتطوير لاداء التحكيم المصري. احنا نفسنا ان كاس العالم دي كابتن تحصل كل 4 سنين. ابقى انا شغال النهارده في لجنه الحكام المحليه على تطوير الحكام في 4 سنين، وفي الاخر خالص للاسف ما بقاش عندي حكم موجود في كاس العالم، يبقى انا النهارده بشتغل يعني مش هو ده الهدف. هو بالمناسبه يا كابتن
دور دور لجنه الحكام ايه؟ او الهدف هو الهدف من وجود لجنه الحكام بتصنع الحكام للبطولات الكبيره، يعني انا النهارده زي اي نادي بيعمل الفريق بتاعه بيوصل للبطولات الكبيره، انا النهارده كلجنه الحكام كابتن اسامه بشتغل على حكامي مش عشان الدوري المحلي وعشان الماتشات اللي هي دوري الابطال اللي هي صحيح. لا انا بتكلم على الطموح الكبير ان احنا يعني يمثل مصر في كاس العالم حكم، احنا بقى لنا فتره تقريبا من جهاد جريشه لما اخر كاس عالم كان موجود فيه بقى لنا فتره ما حدش متواجد، نتمنى ان التحكيم وتطوير التحكيم يكون الافضل في الفتره القادمه، واخيرا بنقول ان احنا ان شاء الله نتمنى كابتن اسامه ان شاء الله يوم السبت القادم توفيق النادي الاهلي، ودي مباراه مهمه جدا نتمنى كلنا ان شاء الله النادي الاهلي يوفق فيها ويفوز باذن الله، وتمنياتنا ان شاء الله كمان يحقق نتيجه ايجابيه في المباراه باذن الله رب العالمين ان شاء الله، زي ما حضرتك قلت نتمنى ان شاء الله ان التحكيم يعدل من اوضاعه شويه ان شاء الله. اشكرك شكرا جزيلا خبيرنا التحكيمي المتميز كابتن ناصر عباس، الف شكر يا كابتن. شكرا شرفتنا. وبنتهي الفقره التحكيميه اعزائي المشاهدين بنصل لنهايه الاستوديو التحليلي لمباراه الاهلي والمصري والتي انتهت بفوز المصري 1-0، وبرغم الهزيمه ما زال الاهلي متصدرا للدوري العام برصيد 31 نقطه ويشاركه نادي الزمالك، ولكن النادي الاهلي له مباراه مؤجله، حظ افضل للنادي الاهلي في المباريات القادمه ان شاء الله، وبدايه من مباراتي الرجاء المغربي. في النهايه بشكر نجومنا الكبار اللي شرفوني النهارده كابتن شريف عبد المنعم، الف شكر يا كابتن شرفتنا. الشكر كابتن ايمن مهر لك. ويا كابتن كان في كوره محمد شريف رقص من ناحيه اليمين ودخل جوه ال 18 وهيثم عوني ده برده ضربه العويني ضربه، وراجل رايح يخش يلعب الكوره يجيبها جول خدت بالك، واو يلعبها لاي حد بالعرض جول برده مفيش انذار. احنا اتكلمنا النهارده كابتن في المعايير في البطاقات ده، انا نسيت اقول لك الكوره دي كمان خدت بالك، ولكنه هيثم ليه ثلاث انذارات النهارده لما يبقى محمود عاشور محمد الحنفي الاثنين في مباراه الاهلي والمصري ويطلع على هذا الشكل معايير، يبقى هارد لك يا كابتن على نتيجه المباراه اليوم. شكرا كابتن شريف شرفتنا. كابتن عادل عبد الرحمن الف شكرا كابتن شرفتنا. اشكرك يا كابتن، وال 18 نقطه بتوع السنه اللي فاتت من الفار مش عايزينهم يتكرروا تاني ان شاء الله، نتمنى ذلك ان شاء الله، والمباراه اللي جايه ان شاء الله نكسب فيها ونكسب مكسب كويس علشان نروح مرتاحين مع الرجاء. احنا برغم الهزيمه برضو احنا ورا اللعيبه ورا الجهاز الفني طبعا ان شاء الله، طبعا لازم تبقى وراهم اللعيبه دي فرحتنا، بس ال 18 بونت دول بدات انت في شغل كده في الفار انا مش عاجبني، ربنا يستر ما يحصلش اللي حصل السنه اللي فاتت. كابتن اسامه عربي الف شكرا كابتن شرفتنا. شكرا ايمن وهارد لك، وخلاص الصفحه دي تتقفل وان شاء الله كل التركيز في مباراتين الرجاء عشان نعدي الدور ده باذن الله ان شاء الله باذن الله. كابتن احمد بلال الف شكرا كابتن شرفتنا. ربنا يخليك كابتن هارد لك، وخلاص يعني مباراه النهارده يعني صفحتها انطوت تمام، بكره استعداد جديد لبطوله محببه للنادي الاهلي ولينا كلنا يعني باذن الله ان شاء الله تبقى المباراه القادمه يعني تبقى مباراه صعود باذن الله يا رب ان شاء الله كابتن باذن الله ان شاء الله. وشكرا لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى، واستوديو تحليلي اخر لكم مني اطيب المنى وارق تحياتي.